صبيحة يا صبيحة بنت يا صبيحة رد يا بنت. نعم يا ستي. يا صباح الفل. صباح الخير. انت فين؟ كنت بلم شوية كوسي. طيب اجري هات شوية فحم لحسن الفحم اللي في المكوى قرب يخلص. من عيني وبعدين معاك يا بنت انت ليل ونهار ما تبطليش مغنى. اصلي بموت في الطرب يا ستي. البوسطجية اشتكوا من كتر بلدي. اختشي يا بنت وشوفي شغلك. الجورنال يا ستي. طلعوا الافندي فوق علشان كان بيسال عليه. حاضر يا فندم. البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي. وبعدين معاك يا بنت انت ايه محطة اذاعة؟ يا ستي هي المغني حرام. ايوه كل حاجة وليها مناسبة. ابقي غني وانت مروحة على الغير. الجزار بعت اللحمة؟ ليه ستي؟ الولية بتاعت السمن فاتت علينا وديتنا ست ارطال. وزنتيهم؟ لا والله يا ستي. سايق. نعم يا ستي. خش المطبخ يوزن السمن اللي بعتتها ام الساعة. حاضر. وانت على طول تسيقي المطبخ واول ما تخلصي تقشري الكوسة، سامعة؟ حاضر يا ستي. البوسطة دي البوسطة دي من فراسك. سمك ايدي. ربير الدنيا والاخره. ايه ده ربيره بس؟ ده مؤتمر حشرات وناموس زاجل. لا خلاص انا حقدم استقالتي من الحكومه، هروح على المكتب واكتب استقالتي. الله رفعت. انا فاض بيا بقى يا ناس، كفرت بقالي 18 سنه وانا محذوف في البلد دي بينما زملائي. معلش الصبر. طيب يا صبر. طيب ده الصبر ابن هرمه. 18 سنه يا ناس، انا واخد دبلوم التجاره سنه 33 وبقالي في الوظيفه 18 سنه وعملوا لي ايه؟ ادوني علاوتين بس في المده الطويله دي. فضلوا شحططوني من وزاره لوزاره لغايه ما اتنقلت في وزاره التموين. راحوا حتفلني في البلد دي مقطوعه عن العالم، وبقالي دلوقتي 6 سنين لغايه دلوقتي لسه مراقب تموين. طبعا زملائي بيحسدوني فاكريني زي بعضهم. يا ويلي اللي ايده نظيفة في زمن اليغمة ده. انت مش بتقول انك بعت شكوى لوزير التموين الجديد؟ هي شكوى يا امال ولا اتنين ولا تلاتة؟ ده كل ما يجي وزير جديد اقدم له شكوى ولا حد معبرني. من امتى كانت الترقية بالكفاءة والاخدمية؟ صوري ادي الحركة، الحركة طلعت في الاهرام، الترقيات اللي كنت منتظر انها تنصفني ولا حد سأل فيه. الولد حسن الزين اللي كان كاتب تحت ايدي زودوه 5 جنيه، والسبب انه متجوز بنت وكيل الوزاره. وعلي حماد رقوه ودوه على طنطا. وغيره مال انت فاكره ايه؟ والله ولا عندهم لا كفاءه ولا امتياز. الولد عزه الصفتي بيدوله 32 جنيه في الشهر، ما بقالوش 6 سنين متخرج من كليه التجاره، وانا بيدوني 18 ملطوش. دي حاجه تجنن. طبعا سبب معروف، زمن اغبر، لاني لا انا دلدول ولا محسوب فلان ولا ترتان. وهنعمل ايه بس يا رفعت؟ بقولي خلاص انا هستقيل من الحكومه، هروح على مصر ادور لي على شغل. شغله ايه بس اللي هتدور عليها في مصر؟ اي شغله، في مصنع ولا في شركه ولا في فابريكا. وهي يعني الشركات مش برضو للموعودين؟ هو اسرح باللوتريه، ابيع بطاطا اشتغل زبال ولا كناس. طب معلش ايه لما اقوم احضر لك الفطار؟ مش عاوز اسمم، خلاص نفسي نسدد. جت هدايا لقمه اللي بتخلي الواحد ينزل للذل ده كله. نسيت اقول لك يا ستي ما عندناش جاز للوابور. يا نفسي يا ستي مالك؟ ولا حاجه. بعد الشر عليك، عينيكي حمر، انت كنت بتعيطي؟ روحي شوفي شغلك وقولي السيد يشتري جاز. ما تزعليش نفسك يا ستي، لازم سيدي رفعت هو اللي نكد عليكي. اصل بلدني مش عاجباه، والمثل بيقول البلد دي احسن من غيري. والنبي يا ستي اذا اتنقلتوا على البندر خديني معاكي عشان ابقى اتفرج على السيمي. طيب روحي دلوقتي. حاضر. البوسطجية اشتكوا من كتري ما في. يا ابو يا ستي باسم حضرتك ولا البوسطجي قال لي تمضي من هنا؟ اسمع يا سيد. افندم يا سيد. حد يعرفك في البوسطه؟ إيه معبد افندي البشكات. طيب دي حواله ب6 جنيه عاوزاك تصرفها لي. حاضر يا سيد. اسمع يا سيد.
أفندي. بعد ما تصرف الحوالة دي تفوت على راغب أفندي صاحب الملكة تديله 4 جنيه إيجار الشهر المتأخر علينا وتجيب منه وصل. حاضر يا سيدي. على فكرة ده راجل وحش قوي. سيد. أفندي يا سيدي. ما تجيبش سيرة للأفندي عن الحوالة دي. حاضر يا سيدي. ست عفيفة. أقدر أخش؟ يا مرحبا. ست عفيفة أهلا أهلا وسهلا. أهلا بيكي. تفضل. بارك لي يا ست أمال. ابني وظفوه في وزارة الأشغال. كده مبروك. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ده محسن ابني. الدنيا مستيعاه. عقبال ما تفرحي بجوازه. في حياتك يا بنتي. والله يا بنتي حفيت رجليه من وزارة لوزارة. بقاله سنتين يجري على وظيفة. وكل مرة يرجع مكسور الخاطر. الصيف اللي فات بص للشهادة اللي معلقة في قطه وقال لي والله ياما حبلها واشرب ميتها. ايه فايدة الشهادات والتعليم؟ قلت له صدقت يا ابني، ده ابوك الله يرحمه باع الاربع قرارات اللي كانوا حيلته علشان ما تتمم تعليمك. الله يرحمه الحاج جابر، ده الراجل امير. وتربت الغالية يا بنتي، انا بعت الاربع غوايش اللي كانوا حيلتي لاجل ما يتوظف محسن في الوظيفة، ولولا ان انا سمعت كلام فانوس افندي ناظر محطة الدلتي. تعرفي محسن دفع كام عشان يتوظف؟ هو امال يا بنتي، فانوس افندي وصى عليه فراش قريبه في الوزارة، قام الفراش قدمه لموظف كبير وقاليني حطوله ورقة بخمسين جنيه جوه ظرف. 50 جنيه؟ وعنه ما كدبش خبر، راح قابله في المصلحة قام قاله قابلني في قهوة الشيشة، وهناك راح محسن مظرفه بالمبلغ، وتاني يوم كان متعين. هنعمل ايه؟ كانوا اللي متقدمين للوظيفة يجي 90 واحد وعملوا لهم امتحان، أم يا كبد طلع ابني الأخراني. ويا ترى ناوية تسافري معاه على مصر؟ يا ريت، احنا قد مصر. هو حينزل ضيف عند ابن خالته بيشتغل كاتب في طابونه لحد ما يترستق. عين العقل برضو. عقبال سرفعة أفندي. إلا على فكرة، مدام بتقولوا إن سرفعة أفندي نسيوه ومحدش سأل فيه لغاية دلوقتي، ما يقدرش هو رخر. معلش، مثلهم ينصفوه برضو. والنبي انا قلت اجي اسلم عليكي واسالك اذا كان يلزمك عنوان الفراش دي وسطه الخير. لا كتر الف خير. ده فراش بيعين الوزراء والحكام. معلش، كله على الله. طيب فوتك بعافيه، انا هبعتلك الشربات. كتر خيرك، عقبال ما نشرب شربات مح. في حياتك يا بنتي. مع السلامه. الله يسلمك. الله، رفعت، ايه اللي رجعت من المكتب؟ انا استقلت من الوظيفه. استقلت؟ انت لسه فرصه. قالوا لي انه في مفتش تموين جاي يفتش هنا، رحت كاتب له الاستقاله ورميتها له على المكتب. ليه بس كده يا رفع؟ ليه بتسالي ليه؟ اتفضلي، ادي الحواله، قلت البوسطه اللي بعتي سيد عشان يقبضها ويدفع متاخر على البيت. إيه؟ وقريت عنوان الراسل، وصلت الدرجه انك تستنجدي باهلك علشان يصرفوا علينا. لكن يا رفع. طبعا، ما هي بتاعتي مش بيكفياك، انت متعوده على العز، يعني انا السبب في ايه؟ رفعت، لو كانوا اهلك عارفين ان انا حبلط في الخط واقعد 5 سنين من غير ترقيه ما كانوش قبلوني صهر لهم. اودي وشي فين من الناس؟ وانت ذنبك ايه بس يا رفعت؟ ما دام البلد البلد البلد، انا عاوز اكون حر، عاوز اقول لهم على اسماء المرتشين في كل وزاره. اسكت اسكت. لا مش هسكت، انا هخطف في القهاوي والبارات والشوارع، هدل لهم على اوكار الفساد، هقول لهم انه مصر سنه 1952 تحكمها عصابه من المجرمين تجمع الصعلوك والامير وعلى راسهم ملك. رفعت، مين مين حضرتك؟ انا اسف، يظهر جيت في وقت غير مناسب. انت مين حضرتك؟ الله، انت نسيتني يا رفعت؟ انا اسماعيل شافعي، زميلك في كلية التجارة. اسماعيل شافعي؟ لكن انا مفتش التموين اللي جاي افتش على مكتبك النهاردة. ازيك يا رفعت يا زميل الدراسة؟ ازيك؟ مش تقدمني للست بتاعتك؟ الست بتاعتي امال حمدي. تشرفنا يا هانم. لكن الست مش كانت من كام سنة مدرسة في المدرسة الثانية؟ أيوة أصلاً فعلا، قبل ما نتجوز، لكن بعد ما اتجوزنا هي اعتزلت الوظيفة علشان تختص بشؤون البيت. اتفضل يا أستاذ، قهوة ولا؟ لا لا ولا حاجة، بالشرف ولا حاجة، أنا لسه واخد قهوة حالا دلوقتي. أولا أنا ما سمعتش حاجة، اطمنوا. قل لي يا رفعت، أنت ليه ما قدم استقالتك؟ أنا فوجئت بالجواب ده ساعة وصولي المكتب، ولما سألت عليك قالوا لي انك رجعت البيت. انت من الموظفين اللي لهم ماضي مشرف. ماضي مشرف؟ عاوز تعرف ليه؟ السبب بسيط،
احنا الاثنين اتخرجنا من كلية التجارة في دفعة واحدة مش كده؟ ده صحيح. وتعيننا في سنة واحدة، فهل من العدالة انك توصل لوظيفة مفتش تموين في الدرجة الرابعة وافضل انا مراقب تموين في الارياف ب 18 جنيه في الشهر؟ يظهر يا رفعت انك لسه زي ايام الجامعة متمسك بالمبادئ وتطبيق نظريات الكتب، لكن يا حبيبي احنا عايشين في زمن تدهورت فيه الاصول وانهارت النظريات. لو كان مرتبك مش كافي ليه يا اخي ما تستغلش وظيفتك؟ ده انت مراقب تموين، وظيفة سقعة توكلك الشهد. قصدك تقول انهب اسرق اغطرش على التجار اللي بيتاجروا في السوق السوداء؟ اسأل البلد كلها تقول لك عملت ايه في واحد اسمه الحاج جمعة البقال. الحاج جمعة البقال ده بعت فيك شكوى وانا جاي احقق فيها. شكوى؟ طب اسأل امال مراتي انا عملت فيه ايه يا الراجل ده؟ تصور انه وصل به الوخاحة انه يجي يعرض علي رشوة ورقة بعشرة جنيه هنا في بيتي. عشرة جنيه؟ فما كان مني الا رميتها بخلقته ورحت طرده برا. وصلت على المكتب وعملت له محضر وبلغت الوزارة، لكن ما عملولوش ولا حاجة لغاية دلوقتي. ده انت حنبالي قوي. لكن انت ما تعرفش يا رفعت ان الحاج جمعة البقال ده له ظهر ويقدر يأذيك. يأذيني؟ ده مش معناه يا رفعت اننا بنلومك، لا، احنا كنا بنسمع عن شدتك مع التجار وحرصك على تنفيذ لائحة التسعيرة. في موظفين زيك، في ناس كتير زيك شرفوا الوظيفة اللي بيشتغلوها، لكن هتعمل ايه؟ مدام الملوث بيسيء الى سمعة النظيف وتكون النتيجة ان الكرامة تتحسب على الانسان كخطيئة يعاقب عليها. انت اطلعت على حركة التنقلات اللي نشرت النهاردة في الاهرام؟ طبعا اطلعت عليها، هو ده اللي خلاني اصول. تصول مش كده؟ طب اسمع بقى، انا هحكي لك حكاية لطيفة قوي عن وكيل وزارة التموين الجديد. الراجل ده من الصنف الضعيف قدام الجنس اللطيف، وكان في جدع موظف مغبون زيك ام لجأ الى حيلة مدهشة ملتوية فعلا ومش نظيفة لكنها نجحت. اولا الجدع الموظف ده ما كانش متجوز، انما كان له زي ما تقول صديقة. في يوم قابل وكيل الوزارة في السينما، ولما سلم عليه من بعيد الوكيل لمح البنت باين عليها حلية في عينه، راح متقدم وسلم عليه بحرارة. الجدع يا عيني من لخبته قدم له صاحبته على انها الست بتاعته. راح صاحبنا مسلم عليها بكل اشتياق وقال ما شاء الله ما شاء الله، دي حاجة ظريفة قوي، كل تهانيه. وكلمة من هنا وكلمة من هنا راح عزمهم في العوامة بتاعته وصهروا صهرة كبيرة قوي. قام الواد وكان حلنج حبتين، راح مصاهين عن الغزل اللي كان داير بينهم وعنها يا أستاذ رفعت، ونجحت الخطة وراحت البنية الوكيل الوزارة في المعاد اللي حدده في العوامة بتاعته. وبعد جمعتين اتنين جات للموظف علاوة وترقية. دي حاجة قذرة قوي. دي حكاية انها وحشة قوي. لسه خلونا كمل القلطة في اللي جاي. البنية بعد ما ترقى صاحبها ونال العلاوة زاغت من وكيل الوزارة، اتجنن، راح متصل بالموظف بحجة من الحجج، ولما قابله سأله ازاي الست؟ رد عليه الواد الحلنجي وقال له ست؟ انهو ست؟ انهو ست؟ الست بتاعتك. غمز الواد الحلنجي بعينه وقال له يا باشا انا مش متجوز، وخرج وساب سعادة الباشا وقفاه يقمر 60 رغيف. الحكاية انا ما تعرف قوي بقى. على كده الانسان الشريف ملوش عيش في الزمن ده. لا له عيش، بس عيش حاف. خد يا شيخ جواب استقالتك، خد وخلي البساط احمدي، خد ويلا بينا على المكتب. عن اذنك يا هانم، واعتذر مره تانية عن مجيئي بدون استئذان. تسمح وتقبل عزومتنا على الغدا؟ يا سلام، وليه بس التكاليف دي؟ على الاقل علشان نقعد نكمل حديثنا. بكل سرور. طيب عن اذنكم لما اروح اشوف شغلي؟ احنا كمان خارجين راجعين على المكتب. يلا يا رفعت، الله يهديك، ربنا بكره يتوب عليك من البلد المحدوفه دي. اخ ده انا جيت من طنطا هنا في ساعتين وعدوك قطر الدلتا يمخمط فيا لما صوام الظهر ثابت. يلا يلا الله يهديك. لا مؤاخذه، انت مين حضرتك؟ الله انا مش غلطان،
انتي؟ انا لمحتك من الشباك يا اسماعيل وانت داخل، عرفتك على طول. ربنا اللي بعتك ليه عشان تساعدني، انا في اشد الحاجة اليك، الى صديق. لكن انا معترف انها جرأة مني ان انا اجي هنا في بيت الاستاذ رفعت، لكن وجدتها فرصة وخفت انها تضيع مني. تسمح يا استاذ رفعت؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. خمس دقايق بس، مش هاخد من وقتكم اكتر من كده. اسيبكم لوحدكم بقى. لا لا لا، خليك يا رفعت. المسألة مش سر، بالعكس يمكن حضرتك تقدر تعاوننا. انما ايه الحكاية؟ قوليلي ايه اللي جابك هنا في البلد دي؟ اللي جابني الزمن، على رأي ولاد البلد المقدر والمكتوب. اخر مرة قابلتك فيها في اسكندرية من 5 سنين، مش كده؟ تقريبا. وبعد كده اختفيتي فجأة، ولما سألت عليكي قالوا لك انك اتجوزتي. يا شوم، دي جوازة؟ كنت فاكرة ان التوى في بيت وربنا تاب عليا من شغل الصلاة والبرات. ما تضحكش يا اسماعيل، كل واحدة فينا بيجيلها وقت بتحب الستر، واحنا مهما كنا ناس مخاليق ربنا زينا زي الناس التانيين، بنحس ونتألم ونحب. احنا هنرجع للقصة ياها. لا لا لا، انا مش جايالك عشان كده، وما تفتكرش ان انا غشيتك وملت الواحد تاني. لكن الياس، كنت ياسة منك وعارفة انك في يوم من الايام هتشبع، لانك متجوز ليك بيت وزوجة واولاد. اختصري، لحظة اننا بيت. لا لا شتي، خدي حريتك. انا اعتذر، الموضوع ان محمد راغب. مين محمد راغب ده؟ صديقك الروح بالروح، هو يا اسماعيل كتب كتابه عليا من ورا اهله، وكان بيجيني مرتين في الاسبوع يسهر للصبح هو واصحابه في سكر وعربده، وكنت راضيه باسمتي، لكن من كام شهر انقطع عني فجاه، بقيت زي المجنونه وافتكرت انه ايام. امبارح عرفت انه هيتجوز كده، وبعت يقول لي اسافر حالا لان ابوه عرف، وان ما سافرتش هيقتلوني. كده كده كده، وبعت لي ورقه الطلاق ولازم اسافر. وانا دخل ايه في كده؟ خدمه بسيطه يا اسماعيل، اللي جاب لي ورقه الطلاق قال لي لازم تسيب العفش. اي عفش؟ عفش البيت اللي فرشولي، يعني بعد الخدمه الطويله دي كلها ارجع مصر انزل في لوكاندا. لما لمحتك النهارده كانت ساعه فرج، قلت لو كنت اقدر اقابلك تروح تترجاي سيب لي العفش عشان لما انزل مصر الاقي شقه اتوى فيها بحق العشره القديمه. يا اسماعيل ساعدني. وانا ايه انا اللي يوديني عند محمد راغب ده؟ في اتوبيس بيمر من هنا كل ساعه، هو مش ابن احمد بيه راغب؟ تمام بالظبط، انا متكله على الله وعليكم، ما تخيبوش رجائي. انا هروح معاكم، اهي فسحه، انا اعرف والده كويس. بس وحياتك ما تجيبش سيره لوالده. ايه لسه بتعطفي عليه؟ واحنا مالنا يا اخي، حر. استاذن بقى يا استاذ رفعت، واعتذر عن تطفلي. عفوا يا فندم. عن اذنك تفضل. ودي شبكه ايه دي يا استاذ؟ ودي اصلها ايه دي؟ رقاصة تعرفت عليها في اسكندرية، كانت بتشتغل في السلسلة، صرفت عليها دم قلبي. الناس كلها هتفرح فيها، والقدموا فيها شكاوى من كل نوع، ولا حد سأل لانه ابو محمد راغب. ما العضو برلمان على سن ورمح، يا بخت من كان النائب خاله. الا فيفي دي اللي قابلها في كوم الحنش. الله يطول يا شيخ. الاوتوموبيل دي حادثه، والفلاحين ملمومين عليه. يلا بينا لما نشوف. يلا جاموسي البهر اللي جواه اتعور، قوم جايبينه. يا ساتر يا رب. قال لي من مهلك؟ على مهلك يا معائل، على قال لي من مهلك؟ على قال لي من مهلك سلامتك. قرب بالكرسي ده يا سيدي. حاضر يا ساتر. على قال لي من مهلك؟ على قال. ايوه. لا 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 ما تتخضوش، بسيطة بسيطة خالص، رجل الشمال اتلوحت شوية. المهم حد اتعور. الجاموسة يا سعادة البيت بتطلع في الروح، بعطولها الجزار عشان يتشاهد عليها ويتبعها. طب يا شايف جيب كوباية مية. ايه دي ازازة الكولونيا فوق من اوضة الست؟ كانت سليمة يا معالي الباشا. حضرتك تعرفني؟ وهل يخفى القمر محسوبك اسماعيل شفعي مفتش في وزارة التموين؟ كده؟ متشكر قوي يا اسماعيل افندي، ومتشكر كمان للأستاذ. أهل البلد والفلاحين كانوا هايجين علينا خالص. البلد كلها فداك يا معالي الباشا،
اسمح لي اقدم لك الاستاذ رفعت اسعد، مراقب تموين هنا في كوم الحنش، احنا في بيته. كده من وزاره التموين برضو؟ متشكر متشكر قوي يا استاذ. العفو. اسف جدا لازعاجك. الحمد لله بسلامه سعادتك. ما عليك. ما عليك ما عليك يا فندم. قصدي اقول ما عليك يا باشا. عزت باشا وكيل وزاره التموين. وكيل وزاره الكولونيا يا سيدي. تسمح سعادتك ما عليك تاخد شويه كولونيا. متشكر متشكر. يا اسماعيل افندي، ادي 50 جنيه اديهم لصاحب الجاموسة. ارجوك، انا مش عايز لا محاضر ولا شوشرة. 50 جنيه؟ لكن ايوة اصرفهم اوام يا اسماعيل افندي. انا كنت معزوم عند احمد بي راغب عضو مجلس البرلمان في كتب كتاب ابنه، مش عارف اروحه ازاي. فضل شوية مي. انت تستريح شوية يا معالي الباشا، لسه على النهار بدري، ولا تحب حضرتك تتسلطح شوية وانا اتشرف بتدليك رجلي معالي؟ محسوبك يفهم في التدليك قوي. شوية مية سخنة وزيت حار يا استاذ رفعت. اوام اوام يا سيد، سخن شوية في كسرولة، وانت سخن الزيت وجيبيه في كوباية. حاضر يا سيد. اذا كان يسمح سعادة معالي الباشا، انا عندي في اوضتي في كنبة اسطنبولي مريحة. ما تاخذناش يا معالي الباشا، احنا مش قد المقام. متشكر جدا يا رفعت افندي، متشكر. اوام يا اسماعيل افندي، روح اديهم الفلوس واوعى تقول لحد على اسمي. مفهوم مفهوم يا معالي الباشا. روح انت يا رفعت نفذ اوامر معالي الباشا. تسمح معاليك اقلعك جزمتك. العفو، استغفر الله يا اسماعيل افندي. يا سلام، وانا بديك اليوم يا معالي الباشا. تسمح تشرف بشويش بشويش. حاضر حاضر، انا اسف يا معالي الباشا، والله العظيم اسف. سلامة رجلك يا معالي الباشا. اسمح لي. لا مؤاخذة يا معالي الباشا، اسمح لي. معلش معلش يا صغيرة. الله، مسك وزعفران يا باشا. المية السخنة. هات التوهية، هات مسك وزعفران يا معالي الباشا. يلا التوهية، روحوا شوفوا شغلكم. حاضر. اوعى تكون سخنة يا اسماعيل افندي. تسمح تشرف المية برجلك يا معالي الباشا. دي نار يا اسماعيل افندي، نار. مش قوي يا معالي الباشا، كل ما كانت سخنة كل ما كانت الفايدة اكتر، ومع ذلك ازودها بشوية مية بردة. يا مية يا بردة، تعالي تشرفي بالمسول بالرجلين معالي الباشا. يا ما كوني بردا وسلاما على اعصاب معالي الباشا. شرف يا معالي الباشا. الله، ايوه كده. سلامة رجلك يا معالي الباشا. يا ريت كانت عيني. ممنون ممنون يا اسماعيل افندي، ممنون. كفاية كفاية كده. تسمع، ممنون ممنون يا اسماعيل افندي. باين عرفني ناس رفعت افندي. ابن حلال مصفي والست بتاعته هو انت ناس. هو متجوز جوازة فل، ثقافة عالية، ذوق وكمال وجمال يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله، جميل ها جميل. تجلى الله فيما خلق. ما شاء الله ما شاء الله. وين معاده في البلد دي؟ سوء الحظ يا معالي الباشا، سوء الحظ. وفوق كده خجول. تصور معاليك انه في الدرجة السادسة. لا مؤاخذة. انه في الدرجة السادسة، تصور معاليك لسه ومن 6 سنين ما ترقاش. يا سلام
وليه ما تظلمش؟ اتظلم كتير، لكن يا معالي الباشا وكيل الوزارة اللي كان قبل ما عارفه كانت التعيينات والترقيات للمحاسيب والدلاديب شتان بين الشمس والضحى، معاليك مثال العدل والإنصاف، لكن رفعت ما بيسمعش الكلام. يوم ما عليك توليت الوزارة قلنا خلاص عهد المحسوبية انقضى، والترقيات في عهدك عن جدارة واستحقاق مش عن قرابة ونفاق. والست بتاعته الحلوة الجميلة قالت له قدم شكوى، مرضيش يا سعادة الباشا والله، ومن شوية كانت بتطلب مني انها تيجي مصر شخصيا علشان تقابل معاليك وتشتكي لك. الله، طب وليه ما جيتش؟ ليه ما شرفتش؟ تيجي يا معالي الباشا تيجي. النهاردة بس كانت بتطلب مني وبتترجاني ان اخدها معايا على مصر علشان تقابل معاليك. لكن بما ان الظروف سمحت هي تكون سعيدة جدا بالمسؤول بين يديك اذا تفضل. الا تفضل اتفضل قوي يا اسماعيل افندي، من دلوقت خير البر عاجله حالا. دلوقتي معاليك تخش تتسلطح شوية على الكنبة اللي جوه وانا ادلك رجل السيادة. اسند على كتفي يا معالي الباشا. متشكر انا حبلغها البشرة السعيدة دي، ولا تسمح معاليك انها تيجي شخصيا تزور معاليك في مصر؟ كده برضو احسن في التأني السلامة. لكن انت مش شوف يا اسماعيل افندي ان قبل ما اسيب البيت اني اشكر صاحبته على حسن الضيافة، ولا ما بتقابلش رجالة؟ تقابل ونص يا معالي الباشا. محسوبك حيرتب كل شيء، انا عبقري قديم. يا سلام عليكم اسماعيل. انا مش عارف تخيلتي باسمك فين. في كشوف الترقيات. يا اسماعيل افندي انت راجل نبيل ولازم اكافئك. رضاك علي كفايه يا معالي الباشا. يا ارض احفظي معاليكي. خطوه خطوه يا معالي الباشا. تا 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 يا ارض احفظي معاليكي. معاليه البنت يستريح حد ساعة. مش نعمله فنجان قهوة ولا حاجة؟ لا ولا قهوة ولا حاجة، محدش يزعجه. ايه رأيك بقى رفعت؟ في ايه؟ فحظك فحظنا البومب، معالي وكيل الوزارة جه لحد هنا برجليه، ظهرك طقطق يا رفعت. والله يا اخ دي حادثة زي الروايات تمام، بس انا جات لي حتة الدين ايمان فكرة. خير وبس، ده خير وبركة. اولا تعزم الباشا على الغداء. اعزمه لكن فكرك اقبل. ثم تقترح عليه يبات هنا. يبات هنا؟ المسألة تتوقف عليك انت وعلى ذكائك. وعلى عبقريتي. اولا انت هتنفذ الخطة الجهنمية اللي دبرتها. اي خطة؟ شوف بقى يا انس، قبل كل شيء انت ناقم على الجماعة اللي غبنوك ولا لا؟ طبعا وليه حق. مفهوم. والظروف هيئت لك سبيل الانتقام. انتقام؟ يا سلام عليك، ما كنتش تقاطع يا رفعت. اسمع بالك، حكاية الواد الموظف اللي حكيتها لك، اللي خبط وكيل الوزارة مقلب وقدم له صاحبته على انها ست بتاعته ونال العلاوة والترقية. ايوه لكن ايه؟ ما علينا الا اننا نعيد تمثيل هذه الكوميديا. ارضك تقول اني فجنين؟ يا سلام اسمع بس كلامي يا عبيط، دي الظروف بتخدمنا بشكل عجيب. البنت في الرقاصة اللي كانت بتطلب مني من شوية انها توسط لها عند احمد بيه راغب. مالها؟ تمثل دور مراتك. تمثل دور مراتي؟ تتغدى مع وكيل الوزارة ثم بعدها تعزمه يبات هنا. يبات هنا؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه كلام ضرر، هي فيفي مشطلبة مني خدمة خلاص واحدة بواحدة ونبقى خالصين. معنى كده عاوز وكيل الوزارة يفتكر ان انا بغطرش عليها. دي لعبة يا عبيط، ثم بعد ما تتنقل وتنال العلاوة والترقية ادي وش الضيف. دي لعبة قذرة قوي، مش ممكن. انت هتخسر حاجة يا جدع، انت ساير الزمن. ثم انت اللي هتفرزه، انت اللي هتستغفله مش هو اللي هيستغفلك. معنى كده اني اترقى بوسط الغايه تبرر الواسطه، ما دام الزمان ده كده اساس الترقيه فيه ونوال المراد مش بالكفاءه والاقدميه، لا اذا لازم تحاربهم بنفس السلاح، وانت مش هتعمل زي غيرك لا سمح الله، لا شرفك هيفضل متصان وفي امان. اخي دي خطه سافله قوي. السفاله تبرر السفاله، ما دام رؤسائنا كده، ما دام الروتين الحكومي فاسد ليه نقبل الهزيمه؟ وامان امان اقولها ايه؟ انت فكرك انا ما فكرتش في كل حاجه؟ محسوبك عبقري قديم. نوزع الخدمين، البنت في الرقاصة تيجي هنا بعد ما اشرح لها السيناريو السينمائي بالتفصيل، السيدة آمال مراتك تقضي الليلة في بيت فيفي.
في بيت مين؟ في بيت فيفي. انا هدعي ان فيفي تقرب لي ونفهم الست بتاعتك انها لازم تشوف لها حته تبات فيها، وبيت فيفي اللي هي بنت عمي السيده امال تقضي فيه سواد الليل. اما انت فتقول لها انك هتقضي الليله على كنبه المكتب. اه واللي قابله هي مراتك شافت فيفي قبل كده؟ لا مش وصل فيفي انها تعرف. عال عال قوي يا استاذ. قول لي بقى يا استاذ رفعت، تختار اي وظيفه في وزاره التموين في مصر؟ امر يا استاذ ما عليه في الخدمه، اما انا فحطلب منه اني اكون رئيس مكتب الاستيراد والتصدير. خير على ده زمن، دي حكايه قذره قوي. بالذمه يا رفعت اللي يشوفكم كده ما يشكش ابدا انكم زوج وزوجه. لحد دلوقتي الكوميديا ماشيه عال، وحضرات الممثلين بيأدوا ادوارهم ببراعه. جالك كلامي بقى يا اسماعيل. اشمعنى زمان في اسكندريه، فاكر ولا نسيت؟ كنت اقول لك نفسي ابقى ممثله سينما. انا اقدر امثل زي جريتا جاربو وجون كروفورد ونورما شيرر، لكن انت كنت دايما تكسر مقاديفي وتقول لي انت ما تنفعيش ممثله سينما ولا حتى كومبارس. لا حق، النهارده انت برهنتي انك اعظم من اميره رزق وفاطمه رشدي، اديتي الدور اللي رسمه المؤلف ببراعه تفوق الوصف، وانا بصفتي صاحب الفكره اهنيكي من كل قلبي. لا انت لسه شفت حاجه، دي بروفا. استنى بقى لما يجي الباشا وكيل الوزاره وانت تتفرج على الفن الرفيع. ده انا لسه بتمرن، انما لما تمكن من دوري واضيف له الحركه والاشاره اللي ما يشتري يتفرج. يحميك يا فيفي، ده انت نقطه من السماء، فرصه اننا نلاقيكي في البلد دي وفي الوقت المناسب اللي احنا محتاجين لك فيه. بس الشرط نور يا استاذ اسماعيل، انا هعمل الخدمه دي مش لسواد عيونك. الله، وبعدها معاكي بقى يا فيفي، انا مش قلتلك ووعدتك ان هتوصلت لك عند محمد راغب عشان ينفذ لك كل طلباتك؟ ونرفض. انا رايح له الاستاذ رفعت، ما يكونش عندك فكر، المهم انك تمثلي دورك كويس. اسمعي، المفروض انك مرات الاستاذ رفعت اسعد، بنت اسره مثقفه متعلمه. اللي احنا عايزينه منك ان سعاده الباشا يرضى علينا احنا الاثنين ويشملنا بعضه، فيرقي جوزك، اما انا فيلغي نقلي لاني مبسوط في وظيفتي 24 قراءه. طبعا مفتش تموين قد الدنيا، انا اعرف كم واحد بيطلعوا قد ما هي 10. المؤلف يرجو حضرة الممثلة انها لا تتداخل فيما لا يعنيها، خلينا في عزة باشا وكيل الوزارة، المهم انه يسافر بكرة من هنا مبسوط قوي. طول عمري اقول الباشوات اسهل من غيرهم. حق، انت كنت على ترابيزه الغدا تمام زي ست بيت من الطراز الاول. بس اللي ضايقني حكايه الخدامين اللي انتوا وزعتهم دول، وفضلت رايحه جايه زي المكوك. ما هي دي سبكتها زياده. ما انا اخرى قلت له لا مؤاخذه يا باشا، مش قادرين نجيب خدامين، هي ما هي هتكفي ايه ولا ايه؟ بكره هيكون عندكم دسته خدامين. مش عندنا بقى، ده حرم الاستاذ اللي هتستفيد، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. انا اطبخ الطبخه واحرق صابعي وهي تاكلها جاهزه. ما ترد يا سي رفعت، ساكت ليه؟ اقول لك ايه، جيت للحق، دي حكايه انما وحشه قوي. افندم انا مش فاهم ايه اللي خلاني اقبل اني العب معاك اللعبه. اخي دي لعبه مقرفه قوي. الله الله الله، رفعت احنا هنفنخ بعد ما صينيه البطاطس ريحتها فاحت. صينيه البطاطس، معاك حق، ده احسن تعبير، يعني طبيخ. مادام وكيل الوزارة يحب البامي. أعوذ بالله، إنما ده حكاية وحشة أوي. اسمع بقى يا رفعت، سيبك من المبادئ واللي صح واللي ما يصحش. أهلي يا أخي وتفوت. وكيل الوزارة زمانه جاي، وأنت لازم تسمع كلامي وتشكر ست البيت اللي هترقيك. ست البيت؟ أنت بتقلس اسماعيل؟ إيه يا استغفر الله؟ مش كان جايز أكون ست بيت من الطراز الأول؟ أحافظ على شرف جوزي وأعيش عيشة محترمة؟ لولا اني صدقت كلام ذئب من ذئاب البشر. يا سلام يا سلام على التعبير الهاي لايف، سامع يا استاذ؟ ذئب من ذئاب البشر، لازم سمعتها في روايه من روايات رمسيس حكيم، هي غاويه فن. خلينا في الجد، المهم ان عزه باشا وكيل الوزاره قبل وتنازل وقبل انه يبات هنا الليله بعد ما يرجع من فرح محمد راغب، مش كده؟ ايوه يا ستي، ما هو برضه ذئب من ذئاب البشر، وانا لو كنت منك. انت فاكر ان انا نقم عليه؟ ابدا بالعكس، ربنا يهنيه. ما كانش فيه لزوم تجيب لها السيره دي. وليه؟ انا كنت متوقع انه هيجي يوم ويسيبني، بس كان لازم يصارحني بدل ما يقطع علاقته بيا فجاه ويرجع يهددني. احنا مش محمد راغب دلوقتي، ابدع مشاهد الروايه الفصل اللي جاي. فوفا، انا فهمتك ايه اللي تعمليه مع الباشا. يا خبر، الساعه 12 ولما يجي الوكيل مش لازم يلاقيني هنا ابدا. انا هسيبكم بقى. رفعت
اوعى تتراجع. سيبك بقى من حكاية الكرامة والمبادئ واللي صح واللي ما يصحش، دي صفات يا حبيبي ما تتفقش مع الزمن اللي احنا عايشين فيه. انا رايح ابات عند اسعد افندي. اسعد مين؟ اسعد حبشي بتاع عبور الدين؟ اه ده صديقي من زمان. ده راجل سمعته وحش قوي، بيقولوا بيتاجر في السوق السوداء. سودة ايه وبيضة ايه غير شهم غيرانين منه؟ انا رايح اشوف مراتك وابلغها تبات هناك واطمئن على سير الرواية. ها؟ اتمسوا بالخير. مع السلامة. تيكت ايزي. دي صورة مين دي؟ دي صورة أمال مراتي. الله، ومين اللي حطها كده بالمقلوب؟ أنا. أمتى؟ وليه؟ علشان بيقولوا إن وكيل الوزارة ده راجل حلنجي، وغير كده مش عاوزها تشوف المخازن اللي هتاجرها. لا مش قصدي. معاك حق، بالعكس ده شعور نبيل منك نحو شريكة حياتك. بقالكوا قد إيه متجوزين؟ 5 سنين. 5 سنين ما شاء الله. واتجوزتوا بعض عن حب؟ طبعا طبعا، انا ماليش غيرها في الدنيا. ربنا يخليها لك. وهل ولا بلاش؟ عاوزه تقولي ايه؟ تفضلي. يعني اهي طريقه الفتح الحديث. تكلمي. سؤال سخيف شويه. بتحبها زي يوم ما اتجوزتها؟ لا، اكتر. اكتر؟ بكل تاكيد، لانها تستاهل. عاوز اقول يعني اننا متفاهمين مع بعض، وغير كده هي بتعمل المستحيل عشان تخفف عن نفسي متاعب الحياة. وما عندكش اولاد؟ لا، من حسن الحظ. من حسن الحظ ليه؟ انت ما بتحبش الخلفة؟ بحبها، لكن. لكن ايه؟ مش عاوز ولادي يعيشوا عيشة التعاسة. تعاسة ايه؟ بس هقولك ايه، مش عاوزهم يدوقوا الذل. اي ذل؟ انا مش فاهم حاجة. الذل اللي بيشعر به الانسان اذا كان عاوز يعيش عيشة نظيفة في الزمن ده. معك حق، لكن انت راجل. راجل؟ الرجولة في الزمن ده بتحتسب على المرء نقيصة، واسعد الناس هم اللي بيضربوا بالمبادئ الانسانية عرض الحائط. قصدك ايه؟ قصدي اظن الموضوع ده ما يهمكيش. ايش عارفك انه ما يهمنيش؟ بستنتك طبعا، لان انا وانتي على طرفي نقيض. ارجوك، ايه هي المبادئ الانسانية؟ المبادئ الانسانية بلاش نغير الموضوع ده. انت بتبخل عليا بالارشاد؟ غريبة، لهجة كلامك تختلف عن مظهري، مش كده؟ معك حق، لكن انت ما تؤمنش بقسوة القدر؟ تخيل انه في حياتك مأساة أليم. انا بصرف على 4 اخوات يا استاذ رفعت، وام ضريرة كده؟ ابويا فاتني وانا عمري 14 سنة وما كانش عندنا حق الكفل. شيء مؤلم. وانا كنت اكبرهم، شعرت اني مسؤول عنهم، عن قطهم الضروري. حاولت في الاول ان انا اسلك طريق الرزق الحلال، لكن مفيش داعي ان انا احكي لك التفاصيل. فقصتي ما تختلفش عن الاف القصص اللي بتسمعها وتقراها في الجرائد. تصور ان اخويا اللي ورايا على طول طالب في الجامعه، والتاني في الثانوي. اي عبء سخيف. وهم يجهلوا ان الفلوس اللي بيتعلموا بيها والعيش اللي بياكلوه من. انا اسف جدا اني كنت السبب فيه. لا ابدا، مفيش حاجه، انفعال نفساني عارف. اهو خلاص انتهى. لهجتك تدل على انك سيدة مثقفة، مع انك بتقول انك واجهت الحياة في سن 14 سنة. انا وصلت لسنة 4 ابتدائي، لكن كنت مغرمة بقراءة القصص. انا من عشاق قلب توفيق الحكيم وطه حسين والعقاد. مدهش. وعندي مكتبة، قصدي مجموعة متواضعة من المؤلفات المصرية والمترجمة لبرنارد شو، اوسكار وايلد، وسمر ستمون. يا خبر، ده انا ما كنتش اتصور ابدا. مفارقه مش كده؟ زي عناوين روايات يوسف وهبي، محسوبتك جوهره في الوحل. والبيانو ده مين اللي بيضرب عليه؟ ده انا. انت مدهش، يعني فنان موسيقي. ما هي مفارقه برضه، مراقب تموين وموسيقى. طيب تسمح تشنف اذاني بحته مزيكا وحياتك؟ اشنف؟ ايوه كويس اشنف دي، لكن ده انا بضرب بصباع واحد. ارجوك، انا اموت في المزيكا. بس لو جه وكيل الوزاره وشافنا في الموقف ده. بالعكس،
هيلاقينا قاعدين قاعدة عائلية في منتهى الانسجام. أرجوك تعال اتفضل. مش تأليف ولا حاجة، دي شوية تهجيصات من عندي. تأليفك انت؟ بتتكلم جد؟ يعني موسيقي وبتلحن وفرقة برضو قريب تموين وملحن. ابدا، التموين غذاء الجسد والموسيقى غذاء الروح. والله ده تعبير لطيف قوي. مرسي. انت عارف الافراح. الله يلعنك يا اسماعيل، هو اللي اوقفني الموقف المنحط ده. أعوذ بالله، دي حكاية قذرة قوي. أنا مش قلت لك إن الواحد أحيانا مضطر إنه يقدم على عمل وهو غير راضي عنه؟ مفيش أي مقارنة بين موقفي وموقفك. اللي دفعني لكده رغبة عنيفة للانتقام. انتقام؟ من مين؟ من موظف بيتحكم في أرزاقنا بينما هو فاسد شرير. من حكومة بتتظاهر بالمبادئ والفضيلة بينما هيكلها بياكلوا السوس والعفن. تعرفي انا ناوي اعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بعدين تعرفي، اسماعيل اداني الفرصة ولا ودي اني انتهزها. دي فرصة لا تعوض. وانت يهمك ايه؟ انا مش مراتك. ومدام الترقية ما بتجيش الا بال، يلا يلا نعمل بروفة. بروفة؟ بروفة ايه؟ بروفة اخر فصل في الرواية، مشهد الاغراء. اغراء مين؟ اغراء الباشا وكيل الوزارة. مش لازم اتمكن من دوري؟ اسمع، انت اللي هتمثل الدور قصادي. دور مين؟ دور الباشا وكيل الوزارة اللي حيرقيك. اللي قولي اول ما يرجع من الفرح على هنا هتكون صاحي ولا قابله انا؟ تقابلين انت يعني ايه؟ دي حكاية مكشوفة خالص اخي، دي حكاية قذرة. احنا هنرجع للموضوع ده تاني ولا عايز تخسر الطبخة عشان بملين فلفل؟ ده فلفل حراق خالص. ما تقولش كده يا استاذ، ده اصناف اول ما دقوها على صفر السرايات. معاك حق، والنفاق هو اللي خلاهم يقولوا انهم استطعموها، واللي خدوا على الطرلي واليخني. نعمل لهم عملية تطهير، واللي ما ينفعش فيه التطهير نضربه بالرصاص زي البغال والحمير. لا ده انت سحرج قوي يا استاذ، تأقلم وتعود على الجو. في ناس ما تقدرش تتأقلم. نعمل ايه مدام بيحبوا البهارات الحراقة؟ عشان كده معدة الأمة فسدت. اهلا وسهلا سعادة الباشا. الباشا هو فين؟ مش نعمل بروفة على الرواية قبل الستارة ما تترفع؟ اتفضل يا باشا، انت شغلتنا قوي، غبت كده ليه؟ احنا قلنا نسيتنا ولا رجع لمصر من بره بره؟ ما تقول حاجة. والله احنا رحنا الفرح وكان المغني زعلان لاني فضل يقول انا زعلان، يقول له التخت زعلان ليه، يقول او كده زعلان، فضل زعلان وخرجنا من غير ما نعرف سبب زعلوه. انا قلت انك نسيتنا،
تحب تشرب حاجة سخنة قبل النوم؟ لا ما تكلفيش خاطرك. رفعت جوزي مش متعود على السهر أبدا ودايما ينام قبل المغرب. اطلع نام يا رفعت. ينام ازاي رفعت وسيبك مع الراجل هنا لوحدك؟ اسمع بقى، انت بتمثل دور وكيل الوزارة ولا دور الزوج الغيور؟ المسألة مش مسألة غيرة. اطلع نام يا رفعت. قلة الحياة دي حكاية قذرة أوي. لا انت بالشكل ده هتبوظ الرواية خالص. المشهد ده مش موجود في الرواية، احنا مش مسبكينها سوا. الله لك الحق، انا ما اقدرش. والنبي يا سعادة الباشا، احنا كنا بنقول ان حظنا من السماء، ده شرف عظيم قبولك ضيافتنا. اطلع انت نام يا رفعت لحسن هتصحى بدري. ما هو ما يصحش اسيب سعادة الباشا سهران واطلع انا انام. دلوقتي اعمل دور الباشا. لا اطلع انت نام يا استاذ رفعت، انت مش متعود على السهر. دقي انفي. ما هو ما يصحش يا سعادة الباشا ابدا. دور الباشا. بقول لك اطلع نام يا استاذ رفعت والا اندم على اني قبلت ضيافتكم. دور الباشا. استغفر الله يا سعادة الباشا. يا اخي اتطرق بقى، ما تبقاش لحوح. اتطرق يا بنتي. يخرب عقلك، انت اتجننت؟ طب الحمد لله ان الباشا ما سمعكش. زق عجلك بقى وما تبقاش لحوح. يلا دي حكاية قذرة قوي. اسبقني انت يا رفعت، انا هولع اللمبة لسعادة الباشا واحط له قلة مية باردة واحصلك. اخص على كده. ليلتكو سعيد. اعزام يا باشا، انا مش هيجيلي نوم. ما تيجي يا اخي كمل الدور بتاعك بقى. ده انت ما تنفعش ممثل ابدا. مش في الادوار دي، اعوذ بالله، دي حكاية قذرة قوي. يا ريتنا كنا جنب سعادتك في مصر، اقل كنا نطمع في زيارتك لنا من وقت الاخر. وانا اقدر على بعدكم؟ ده انا اول ما اوصل مصر انقل جوزك على الوزارة على طول. والنبي صحيح، من اجل عين تنكرم الف يا الا انا ما تشرفتش باسم الهالم. اسمي الا هو اسم مراتك ايه؟ انت مالك من اسم مراتي؟ الا مش سعادتك بتسألني؟ سميها خديجة. لا ده اسم بلدي اوي. بلدي؟ انت مالك بلدي ولا مش بلدي؟ ولما يعرف ان ده مش اسم مراتك ساعتها اكون اترقيت، ولما قابل وكيل الوزارة الزقه على قفاه. لا انت حنبالي اوي. المهم خلينا في الرواية. طيب. انا ممنونة اوي يا سعادة الباشا، وشرف سعادتك جوزي يستحق الترقية من سنتين. من ثلاث سنين. طيب من ثلاث سنين يا باشا. وحتى إذا ما كانش يستحق نعمل له استثناء. هو في أنهي درجة دلوقتي؟ في السادسة. لا لا ده ظلم قوي، احنا حننقله للدرجة الخامسة، وبعد شهر ولا اتنين ننقله للرابعة. الله يخليك. يا سلام، بس أنا إذا نقلت عاوز الحلاوة. يا حلاوة يا سلام على الكلام الحلو. ليه انت عمرك ما حبيتي قبل كده؟ يا ندامة يا باشا. طب ده بابا ما كانش بيخليني أفتح الشباك. وجوزك بتحبيه؟ أنا عارفة بقى. أه جوزي يعني بتحبيه؟ طبعا لكن عمره ما قال لي الكلام الحلو ده. ليه مالوش عينين؟ جاك قال لي عينيك يا باشا. الله، لا ده العقل الباطن يعني رفعت بيقول للباشا. طيب اصل جوزي بقى الله يكرمك راجل جد جد قوي، وعمره ما يعرف يعبر كويس. يعني لوح؟ لا يا باشا، انا ما اسمح لكش تقول عن جوزي انه لوح. ده فنان وموسيقي واديب، بس يا خسارة انت ومش عايز يتأقلم. سيد من يأقلمه؟ الترقية والدرجة هتأقلم ابوه. بكرة لما يجي مصر هيتدلع. ما تسيبه كده على نياته أحسن. فكرة كده؟ ليه نفتح عينين القط؟ من النسوان. مالهم النسوان يا باشا؟ وأنتوا تقدروا تعيشوا من غيرهم؟ والله معاكي حق، أنتوا شر لابد منه. أنتم اللي بتدوقونا الحلو والمر، أنتم اللي في إيديكم سعادتنا وشقائنا. الدنيا من غيركم ما تسواش حاجة. يا زهرة الحياة،
الراجل بين ايديكم زي اللعبه بين الصد والدلال والهجر والعطف. يا موجة الحياة يا زينة الدنيا، ارحمي العاشق الولهان وتعطفي عليه ببوسة علشان يشفي غليله. ارحميني ارحميني يا دين النبي. ايه ده؟ تجنتي؟ ده انا دخت. دخت ايه والنبي؟ اشفعك ألم على خلقتي. انا انت هتضربني؟ اخي ده حكاية قذرة قوي. يا اخي هو انا مراتك؟ لو كنت صبرت عليا شويه كان رأيك للدرجه الاولى. اسمع يا استاذ رفعت، انت تطلع تنام احسن، ولا اذا حبيت سيب البيت خالص. باين عليك مش من النوع اللي... يا خبر باشا جه. باشا اسمع، الحقيقي له يا حاجه، قولي له ان انا نعس وطلعت انام على طول. طيب اطلع نام انت بس. اخي دي حكايه قذره قوي. اطلع انت بس، نام اطلع. اهلا وسهلا سعاده الباشا. مساء الخير. مساء النور. اهلا اتفضل. انا اسف جدا اللي... لا ابدا ما فيش حاجه، اتفضل. راغب بيه راسه الف سيف ان انا لازم ابعد عنه، لكن انا طبعا رفضت. ده شرف عظيم لنا قوي يا باشا. ما بلاش باشا ديت. قولي لي يا عزت، قولي لي يا زيز. اوه وده اسمه كلام؟ لا ما اقدرش، العين ما تعلاش عن الحاجب. هو الاستاذ رفعت؟ رفعت. اتفضل. اصلي جوزي بيه يا سيدي مش متعود على السهر، كان هنا من 5 دقايق بس وطلع ينام، وبعدين قلت له اطلع انت نام يا رفعت، ولما يجي الباشا انا اامن كده. عمل طيب. انا سعيد جدا لولادي. تعرفي لو ما كانش حادثة الاوتوموبيل بتاعت النهاردة ديت. بس يا سعادتك انزعجت منها. لا في الاول، لكن بعد ما شفتك غريبة. مين يصدق ان ست زي القمر اقابلها في كوم الحنش وتقضي الليلة بشق التعبان. شق التعبان ده عش الجمال، ده بيت حور العين، دي زهرية فل. لا يا باشا، ايه الكمبلما دي كلها؟ انت بتبالغ. تعرفي لما قدمنا ليكي جوزك الاستاذ رفعت على الغدا النهارده ما بقتش مصدق عينيا. هي ليله وتنقضي، بكره ترجع مصر وتنسانا. انا اقدر انساكي؟ الجمعه الجايه جوزك هيتنقل على مصر. والنبي صحيح ده كان بيشتكي لانه متخطوه في الترقيه. ولا يهمك، حرق ايه من الانف صار، اعتمدي على زيزي. انت غمرتنا بعطفك قوي يا باشا. عطفي انا طالب عطفك انت. نظرة كلمة يا غرام يا حياتي. لا والنبي يا باشا، الاحسن لو نزل جوزي وفاجئنا تبقى مصيبة. لما نروح مصر، لما نتنقل على مصر. انا اقدر استنى لما تيجي مصر، انا حبيتك حبيتك. والنبي يا باشا ما تبصليش بعينك الحلوة دي. اخ بوسة. لا والنبي يا باشا، لا يا خبر انا خايفة. لا والنبي يا باشا، في مصر في الدرجة الرابعة التالتة قصدي التانية، لما نرجع مصر، لما نتنقل على مصر. والنبي يا باشا انا خايفة، لحسن حد بيصرخ. استنى والنبي يا باشا، اول ما هنتنقل على مصر على طول هتصل بيك. الشمعدان بتاعك اولعه لك. وما تاخذناش يا سعاده الباشا، اصل ما عندناش كهربا هنا في كوم الحنش. ادي اوضتك وادي اوضتي، تصبح على خير. وانت من اهل توعديني في مصر؟ وحياه شرفك يا باشا، اول ما هنتنقل على مصر على طول. مش بتقول الجمعه الجايه؟ الجمعه الجايه ايه؟ بكرة حلقلهولك بتطلق غرب. بكرة والنبي صحيح؟ يا ريت كنت اقدر الليلة، بس يا خسارة الوزارة افلح. معلش، تصبح على خير. وانت من اهل. تسمحي؟ شمعتي انطفت. اتفضل. لا يا جميل.
تصبح على خير. انت كمان. يا خبر المره دي شمعتي انا اللي انطفت. تسمح تولعي؟ لا 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 يا سعادة الباشا، لا يا سعادة الباشا والنبي لا. واه يا هناك ده تمن الضيافة. امشي اطلع برا. انت بتقول ايه يا انت وكيل وزارة؟ انت اللي في ايدك مستقبلنا ومصيرنا. انتم سادة الدولة، انتم اخطر من اللصوص. اقول لك اطلع برا. رفعت انت جننت؟ خلاصي انت يا رفعت، انت جننت؟ ليه عملت كده؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ خلاني اعمل كده انا ما اعرفش. وانا ذنبي ايه؟ انا كنت بدي لك الخدمه دي في نظير خدمه منك انك تتوسط لي عند محمد راغب وقبلت المهمه المنحطه دي عشان تساعدني، ودلوقتي ضاع كل شيء. حرام عليك، حرام عليك. اطمني انا هنفذ لك اللي وعدت بيه. لكن يا استاذ رفعت زعل منك وكيل وزاره، ده بكره هينتقم منك. انتقمني ما يهمنيش، الارزاق على الله، لكن شرفي عرضي. لكن انا مش شرفك، انا مش عرضك، انا حتى مش مراتك. انت هنا في بيتي وبتمثلي زوجتي. زوجتك؟ اديني ايدك يا مظهر. انت خلتني الليله اشعر بشعور عجيب. اي شعور؟ شعور المراه اللي وجدت راجل يحميها. لو كان اول راجل عرفته في حياته عمل معايا كده كان زماني دلوقتي ست بيت وام اسره. اخر الهوى يا حبي ده كان شيء مدورة. من فضلك يا انت اسمك ايه؟ فهيمة يا ستي، فهيمة شطة. عاوزة حاجة؟ الساعة كام دلوقتي؟ النبي يا ستي ساعتي واقفة من امبارح، تحب اروح اسألك الغفير؟ لا 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 مفيش لزوم، مش عارفة اسمعين بيتأخر ليه. تحب ادور لك الراديو يا ستي؟ لا. ايوه كده، انا مطفي مزيكة الرقص. جنان حاجة ترقص الحجر. لا مؤاخذة يا ستي مش قادرة امسك وسطي، بيلعب لوحده. اصل انا كده اول ما اسمع مزيكة الرقص الزنبلي كانت تشتغل. ايه ده؟ قلت لك سامية جمال؟ ما قال لي وقلت لي. من فضلك روحي اقفلي الراديو بقى. يوه اطلع عندي صداع. امر. لو كانوا ياخدوني في السيمة. تحب تتفضلي تستريحي في السرير؟ لا 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 مفيش لزوم، مش عارفه اسمعين بيتاخر قوي. لازم هو روحي من فضلك افتحي. حاضر يا ستي حاضر. ايه يا ستي نامي تبت؟ لا لسه صاحي يا سيدي. طيب. يا مساء الخير، انا اتاخرت لا مؤاخذه. اسمعين بيه ده انا مستنياك على نار. وكيل الوزاره مشي؟ ما هو اصله سيبينا شويه يا شطر. حاضر يا سيدي. انت اتاخرت كده ليه؟ ده انا بقالي ساعتين مستنياك. هي الساعة كام دلوقتي؟ 12 بالظبط. يا خبر، ورفعت ليه ما جاش معاك؟ لا ما هو صبرك عليا، اصله حصل تغيير في البروجرام. انا مش فاهمة حاجة ابدا. يلا بينا. لا لا لا، اصل الحكاية ماشية عال، وكيل الوزارة هيبات عندكم. يا خبر، هيبات عندنا؟ ما هو علشان كده انا ما جيتش، لكن خير خير ان شاء الله. ايوه لكن انا مش فاهمة حاجة ابدا. اصل عزة باشا وجوزك بقوا الاتنين اصحاب قوي، وان شاء الله مش هيفوت كام يوم الا ورفعت تجيله الدرجة ترف وتتنقلوا على مصر والاسيا معدن. لكن زي ما بقولك احنا كنا فاكرين ان عزة باشا هيسافر على طول بعد ما يخلص من الفرح، لكن حصل يا ستي واحنا بنشرب القهوة ام جوزك رفعت من باب المجاملة بيقول له مساعدة بعد ما تخلص من الفرح تتفضل وتتنازل وتبات عندنا، السكه الزراعيه مليانه مطبات وخطر بالليل. اما عزت باشا ما كتبش خبر، قبل على طول زي اللي ما صدق. ده حب جوزك قوي واتفرد معاه في الكلام واستمع لشكواه وقال له انا هحقق في مسالتك بنفسي واعاقب الموظف المختص اللي كان السبب في تاخير ترقيتك. نسيت اقول لك وفوتك في الكلام، دول لعبوا طاوله سوا. الحكايه ماشيه عال وتفك النحس والحمد لله. طيب ليه انا ما اروحش البيت وانا مقايف في اي حته؟ ليه؟ لا لا اي حته في الخبر لا. ما هو انت كمان حباتي هنا ان شاء الله في بيت بنت عمتي مش عند حد غريب لا سمح الله، علشان كده رفعت منتظر رجوع الباشا في البيت وقال لي خدي شبكه. ايه دي بقى؟ ولا شبكه ولا حاجه يا ست امل، ده انتوا بختكم من السما. يلا 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 قومي استريحي، وان شاء الله لما يطلع النهار ويسافر الباشا نفطر كلنا سوا. يلا بينا.
لكن رفعت رفعت ماله رفعت دي الدنيا مش سايعاه قصدي هينام فين ينام فين هينام في البيت طبعا ايوه لكن مش هينام في فرشته يا سلام هو ده بس اللي شغل بالك يا ستي نام في اي حته عنده الكنبه اللي في المكتب اصل رفعت عصبي قوي وبيقلق بالليل كتير وبيرفض الغدا يرفض ما يضرب بالجوز حتى ولا ينطح ايه خايف عليه قوي لا يتعرى وياخد برد ما ياخد انفلونزا حتى انف بعد الشر عليه انت اتخضيتي لا انا بهزر قصدي يعني الانفلونزا تتداوى لكن الترقيه والدرجه دواها عند اجزاجي واحد بس زيزي باشا انا عارفه بس رفعت شايل الهم ليه ما هي مستوره والحمد لله هي ما قلتليش يا ست امال عجبك بيت بنت عمتي هي عندها ذوق هايل في اختيار الفرش والموبيليا والالوان بسمتك حد يصدق انه يلاقي بيت زي ده في كل الحنش انا الاخره كنت بقول يا خساره يا ريتها كانت هنا كانت فرحت بيكي قوي والله انا مش عارف كمان حبات الليله فين لاني كنت عامل حسابي الضيف هنا في بيت بنت عمتي القصد دي مش مشكلة ان شاء الله لما ترجع بنت عمتي اعرفك بيها دي تعجبك قوي دي صورتها مش كده ايوه لكن دي لابسة انا ما قلتلكيش اصل جوزها ستي غاوي رأس ام عمل لها صورة على كاريوكا هو اللي رسمها بالفوتوغرافيا بتاعته ده يرسم كويس قوي اسيبك انا بقى ومالك كده دي اول مرة تباتي فيها بعيد عن رفعت مش كده يا ستي معلش استحملي ما دام فيها ترقيه ودرجه انا هدور على واحد من اصحابها بات عنده وبكره الصبح زي ما اتفقنا اجي افطر معاكم عسل وقشطه قبل ما ارجع على مصر انا ليا الحلاوه بقى ان شاء الله هنتقابل في مصر كتير وربنا يتمم بخير ها اتفضلي حضرتك استريحي اتفضلي وعرفت اخرتها نعم يا سيدي اوعي تغلطي زي ما قالت لك ستك المفروض البيت ده بيت بنت عمتي مفهوم مفهوم يا سيدي ده حتى باين عليها على نيتها قوي ما خدي على قد عليها وقول ستك ان انا هفوت عليها بعد ما اقضيها الخدمه اللي طلبتها مني حاضر يا سيدي انا ماشي بقى خدي بالك مع السلامه يا سيدي يا بنت وبعدين معاك يا اسمك ايه انت بقى يوه والنبي يا ستي مش قادره غصب عني اتولدت ومفصلتي في سوسه طب اقفلي الراديو ده بقى خلينا ننام وليه يا ستي ما تقلعيش هدومك انا محضره لك قميص من النوم من بتوع ستي على السرير لا 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 مفيش داعي كويس قوي كده ودي تجي يا ستي حالا اروح اجيبهولك اتفضلي يا ستي يا خبر ايه ده مفيش قميص مقفول شوية عندها؟ اسم النبي حرصك يا ستي ده انا منقيالك قميص حشمة قوي والباقي بقى اشي نايلون واشي مسلين واشي بصدر شفتاشي تحب اساعدك يا ستي؟ لا 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 متشكرة يا دي العيبة تختشي مني يا ستي بقى ده كلام حق بطل اوضة واسمعودة روحي يا روحي بقى اللي بالكتاف الحلوة دي يخبيها تسمحي تديني القميص من فضلك؟ حاضر يا ستي اتفضلي اتفضلي يا ايوه كده خلي جسمك يتبحبح حرام عليكي اختي على جماله ايوه عايزه تلبس قميص مقفول قال والنبي تيجي تشوف وشك في المرايه قمر مصور يا ناس عين الحسود فيها عيون حسوة في عيني اللي ما يصلي على النبي ايه الشعر اللي زي موج البحر ده ايه الصدر اللي زي المرمر ده يا ارض احفظي معاليكي انا زي خبشات ليه يا ستي كفله الشر عندي صداع جامد قوي اول ما تطلع على السرير وتريحي جسمك هيروح الصداع على طول مش هيجيني هجيب لك شويه كولونيا لا 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 متشكره قوي ما بحبش الروايح اصلها بتدوخني كده طب اعمل لك مساج اتفضلي استريحي على السرير وانا كبسك لا ميرسي قوليلي نعم ما عندكوش اسبرين ولا كلمين لا والنبي يا ستي افتكرت عندنا حاجه احسن من الاسبرين والكلمين حاجه تروق المزاج وتخليك تنام على طول ايه هي دواء دواء ايوه يا ستي دواء ستي بتاخده كل ليله قبل ما تنام لما تكون قلقانه ولا متنرفزه
طب يروق المزاج بشاي. تحب اجيبلك شويه؟ لا لا لا، مفيش لزوم. ايه دي لو تفوت مفيش داعي انك تتعبي نفسك. اتعب نفسي؟ تعبك راحه يا ستي. البيت الاماره جميل فعلا. ده مفعوله زي السحر يا ستي وطعمه لذيذ. اتفضلي يا ستي بالحنة والشفا. ياه ده ريحته سبرت. يا ندم يا ستي، سبرت ايه وبنزين ايه؟ ده وصفة حكيم، ده دوا ملوكي. اوعى يكون خمرة. يا ندم يا ستي، خمرة؟ هو احنا بتوع الكلام ده؟ استغفر الله العظيم. الخمرة ايه؟ دروشتة من عند الدكتور، واذا ما كنتش مصدقه. الله، حاجة تهدل المخ وتسلطن الدماغ. اتفضلي خدي كمان شوية. طب يوصفوه للبهوات والبشوات. بس لو ما كانش بينسع في الزهر وطعمه زي الخمرة. انت دوقتي الخمرة يا ستي؟ يا خبر، انا؟ لا ابدا ابدا. بتقولي طعمه خمرة ازاي مادام ما تعرفيش طعمها؟ ده صنف ارستقراطي من اجانا هايلايف وينعش بشكل. اصل من يوم ما اتجوزت ما بيتش ابدا برا البيت. بسم الله بحرسك وسينك يا ننس عينه. اعمل لك مساج. مساج ليه؟ مساج للراس، دي حاجه تهدي الاعصاب. علمها لي انستاسي. انستاسي ده مين؟ المضروب دمه خفيف وابن حظ، الكوافير بتاع ستي اللي في اسكندريه. اصلها لما كانت ترجع من الشغل تعبانه. ايه هي بتشتغل؟ بتشتغل ايه؟ الشغل شغل كانت فتحه ايه؟ فتحه سبيل في الكورنيش. فتحه سبيل في الكورنيش؟ انا عارفه بيسموها ايه، زي ما تقولي كده جمعيه خيريه. فهمت. وحتى بالاماره ستي كانت بتفرق الدواء ده زيك. ستي بقى كانت تعمر الطاسه طول الليل وتصبح الصبح رضاها ودماغها بتلق. اول ما ادخل عليها بالفطار تقولي الحقيني بانستاسي، وهضحك وادق له تليفون يشمع الفتله ويجي جري ويستلم العصب السنبتاوي. وده ايه ده كمان؟ يا شربات الجنة، يا شربات الجنة. ارباعي يا ستي ارباعي. باين عليك عندك حق، صداعي فك حب. بس لو ما كانش طعمه سبيرتو. اصله دخل في تركيبه انا وشق وعين الجن. يا خبر يا خبر، الدنيا بتلف قدامي. الحقيني يا فهيمة، انا دايخة انت. لحقتي يا ستي، ده انا يا دوب قربت اتنعنش. دماغي عامله زي الدوامه والاوضه بتلف بيا زي المرجيح. انتي ساعتيني ايه يا بس؟ لا اسمحي لي يا ستي، ده انتي طاستك ضعيفه قوي. يا خبر الحقيني يا فهيمة، هوشي الزقفة هيقع علينا. من كسالي اتنين يا ستي، دي ستي دماغها ما تتوزنش الا ده اربعة الازازة. ست انا فيه، عاوز اروح. رفعت رفعت اختي عليها شربات خالص. شربات؟ انتي سقيتيني شربات؟ كدابة. مش حرام عليكي؟ انا الله الله الله، دي حاجة لزاجة خالص. الله فهيمة، وشك بالمشقلب يا فهيمة. دي سكرت يا بختك. انا هشتكيك لستك والاسماعيل بيه والرفعت جوزي. رفعت انت فين يا رفعت؟ اسنديني يا فهيمة، هقع من طولي. انا
حران حران أموت. الله، وده اللي جاي من الساعة دي. طيب طيب اهلا وسهلا رفاعة بيك. اهلا بيك يا كتكوت. امال فين ستي؟ ستي بايته بره. عال عز الطلب، احنا جايين علشان نستأذن نستلفك اللالادي. تستلفوني؟ ايوه، اصل اللالادي كتب كتاب ابن حسن. مبروك يا حسن بيك. الله يبارك فيكي، اصل الرجاله اللي كنا اتفقنا معاها من طنطي اعتذرت، فقلنا يعني وانت عارفه من المعازيم والهيصه والزنبليطه، ايه رايك لو يعني انا عارف ان انت رقصة بريمو وست من يسد فوت الزنجي وكمان حديكي عشرة جنيه. عشرة جنيه وانا خمسة جنيه. انا خدمتك. تشكر يا فهيمة. يلا بينا لحسن المعازيم، قاعدين على نار. هوا بس لما تزير. مش ضروري، تعالي الاوتوموبيل تحت ينوديك ونرجعك اخر الليل. بس وحطول لست ينقطع لساني ما حجيب سيرة لحد. يلا يلا بينا حسن. يلا فهيمة فهيمة، خبر اغزى عليك يا فهيمة. انا ايه اللي كان جابني هنا؟ عاوز اروح اروح. رفعت رفعت، انت فين يا رفعت؟ انا استاهل استاهل. الحمد لله انت رجعت يا فهيمة. طيب طيب انا جاي. طيب طيب يا فهيمة. ايه خبر؟ مين عاوز مين حضرتك؟ مش حضرتك الست فيفي؟ فيفي فيفي مين؟ لا لا مش هنا، حضرتك غلطان غلطان. ازاي يا فندم؟ مش جابت الست فيفي الارتيست؟ ارتيست؟ لا 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 مفيش هنا. لا لا مفيش مفيش من هنا من فضلك. لا 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 مالكيش حق يا هاني، انا راجل غريب عن البلد دي ومش لاقي حته علشان اروح فيه، ولاد السواق خد العربيه ومش هيرجع الا الصبح، فاذا كنت تتكرمي. لكن انا اذا كنت شايفه انها قله الذوق مني فانا معذور. اعمل ايه؟ مش لاقي حته علشان اروح فيها. الواد الغفير دلنا على بيتك. اولا اسمحي لي اقدمك شخصيتي، انا عزت خالد وكيل وزاره التموين. يا خبر، حضرتك وكيل وزاره التموين؟ اظن بقى بعد ما كشفت لك عن شخصيتي مش هترفضي انك تضيفيني الليله، مش كده؟ حضرتك ارتيست. ارتيست؟ انا ارتيست. الواد الغفير دلنا على بيتي، وانا احب الفن والفنانين خصوصا اذا كانوا حلوين زيك، وقال لي كمان ان حضرتك بتستقبلوا ضيوف كتير في البيت وبتقضي سهرات لطيفه، وده من حسن حظي لان كنت هروح فين ما دام مش لاقي حد اروح فيه. يا وقعه زي بعضها. وقعه زي بعضها. الله يسامحك. لكن حضرتك سيادتك مش كنت حتبات في الله؟ هو حضرتك كنت عارفه؟ لو تعرفي لو تعرفي اللي جرى فصل ما ينحكيش ابدا، بس لما اشوف اسماعيل الكلب ده نهاره اسود ومهبب. ايه ده؟ كونياك؟ كونياك؟ اسمحيلي؟ اصل انا محتاج لكاس بعد الفصل البارد ده. تفضل. لا 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 متشكرة قوي. ده فصل ما ينحكيش، ده انسان مجنون. انا حوديه في داهية، حنقله على البراري في اخر الدنيا. هو مين ده؟ هو مين؟ رفعت يطرد من بيته؟ انا وكيل الوزارة. يطردك من رفعت؟ الله، انت تعرفيه؟ انا هعمل عنه تقرير زي الزفت. لا مؤاخذة، اصلي اعصابي سايرة شوية. وايه بقى حلوة؟ ايه اللي رمكي في البلد دي؟ أنا وهو مش معقول أبدا إن ست زي القمر زيك تيجي تسكن هنا في كوم الحنش. ومين بقى يا ستي سعيد الحظ ده؟ هو مش صابي معايا كاس؟ بشرب. لا متشكرة قوي، أصلي
أصل تعبانة قوي ودايخة وعندي صداع. لا لا لا، ألف بعد الشر عليك، سلامتك. ها احكي لي، وبالك قد إيه في البلد دي؟ أنا بتشيك قوي، بيدل على حسن ذوق صاحبته، مش زي بيت الناطع ده اللي عاوز يترقى ياخد الدرجة. ده انا هنزله التسعة هعمله فراش. حرام عليك حرام عليك، هو عمل لك ايه بس؟ والله لولا خاطر الست بتاعته. الست بتاعته؟ ايوه الست بتاعته، جزمتها برقبتي على الاقل تعرف الاصول. لكن هو هربان من مستشفى المجازين، يطردني انا من بيته الحقير ويقول لي امشي اطلع بره، مع ان اتنازلت وقبلت ضيافته. حقيقة ابتك شر من احسنت اليه. معلش معلش، ده ابن حلال قوي، ما تزعلش منه، اصلهم ناسيين مأخرينه في الترقية، بقاله 3 سنين دلوقتي يستاهل الدرجة. ما تقساش عليه والنبي، ده مظلوم مظلوم. غريب، انت فاطف عليه ولا كنش؟ فهمت. يا سعادة الباشا حضرتك غلطان، انا انت جميل، انت قمر. تعرفي لو كنت في مصر كنت اسهر عندك كل ليلة. اتعطفي عليا بقى وبلاش التقل ده يا جميل. يا حياتي يا عقلي يا مهجتي. من فضلك من فضلك. الله، بصير عليا ولا ايه؟ انت مجنون مجنون. ومين ما يتجندنش، مين ما يتخبلش لما يشوف الحلاوه دي. حرام عليك حرام عليك. ايه الشهد اللي بينقط من بقك ده؟ يا عسل ابيض يا عسل ابيض يا مكرم. احنا فينا من كده؟ عيب يا قط، الكلام ده انا ما اكلش منه، انا زيزي والاجر على الله. ما تكونش بتحب رفعت. مش وصلك انت رفعت كده؟ ده بتحبيه، بتحب حته موظف الدرجه السادسه لا طلع ولا نزل. ده انا بجره قلم اشطبولك من الكشف. انا زيزي والاجر على الله، الوزاره كلها تحت امرك، الحكومه واقعه في دباديبك. المصحف المصحف يا رسول الله يا رسول. يا مجرم يا مجرم يا مجرم يا كلب. مين ده؟ مين حضرتك؟ انجديني انا في عرضك. مين اللي جوه؟ وكيل الوزارة، وكيل الوزارة المجرم المتوحش المجنون. هو هنا؟ ايوه انجدين انا في عرضك، الله يسترك. ومين اللي دخله هنا؟ ايه اللي جابه هنا؟ مش عارفه مش عارفه، انا كنت فاكراه فهيمه. حبيبه، طب وفين فهيمه؟ معرفش، سابتني لوحدي وخرجت. والنبي انا عاوز اروح عاوز اروح. طب افتح يا مولك، بس اسمع انا مالك. فيف افتح يا روح، فيف افتح. فيفي البسي يا عم في العنطريه. ها اخرجي يلا. اوام اوام اسمعي، اوعي تجيبي سيره اللي حصل لجوزك. ومعقول ده؟ هو انا مجنونه؟ طيب انتي؟ لا. ايه اللي جابك هنا يا باشا؟ جرى ايه؟ انتي انتي ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك انت يا باشا؟ انا جيت اخص عليك يا خاين كده برضو، يخونك العيش والملح يا وحش، اخص عليك. مدهش. طيب ورفعت جوزك؟ رفعت جوزي؟ انت زعلت منه؟ ده انا جريت وراك عشان اصالحك، ما خلصنيش انك تخرج من عندي زعلان، ولفيت عليك في كل حتة ما لقيتكش. انت ايه اللي جابك هنا يا باشا؟ اعمل ايه؟ انا معذور يعني، كنت اروح فين؟ بلا زي الخرابة لا فيها لا الكندا ولا يحزنون، ليلة زي بعضها. لكن ايه بنتي فيفي دي؟ بنت قالت السوق ما عندهاش نصر. اخص عليك يا خاين. بقى كده على طول تنسى الكلام الحلو اللي قلتهولي؟ امال فين العواطف الجميلة دي؟ معلش سامحيني يا روحي، اعمل ايه لجوزك الحمار الغبي اللوح؟ اعمل له ايه؟ معلش اذا قلت لك انك تسامحه. اعذر يا باشا، اصله بيغير بيغير منك. حد يغير من رئيسه؟ من وكيل وزارة؟ مغفل. معلش ما تدقش. اذا قلت لك عشان خاطري انا، انت مش بتقول انك حبيتني من اول نظرة؟ طب خلاص سامحه بقى. ها؟ حسامحه يا روحي. امال ايه اللي خلاني جريت وراك واتخانقت معاه وسبته وخرجت ادور عليك زي المجنونة، وقيست في بيتي ومستقبلي وشرفي؟ خلاص مش هقدر ارجع له تاني، اروح لمين وانا مقطوعة في الدنيا دي؟ اه يا قاسي، وانا اللي صدقتك كنت مجنونة مجنونة في هواك. ما تزعليش،
وانا في ديك اليوم انا كمان بموت فيكي، ما اقدرش اعيش من غيرك. انت كذاب. احلف لك بشرف الوزاره ان كل شيء حيتصلح. لا ارجوك ما تعيطيش، وش اللول اللي بيسقط من عينيك كده؟ ما اقدرش اشوف دموعك، انا قلبي ضعيف ما يستحملش. ورفعت رفعت جوزي اللي انت زعلته مني واسمي وشرفي. كل شيء حيتصلح، وليك عليا ان ارقيه واعمله سكرتير خصوصي، ومش بس كده هروح البيت واستسمحه بنفسي. لا 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 ما تروحلوش، سيب المساله دي عليا، مصيره يروق. هو صحيح عصبي شويه لكن قلبه طيب قوي. تعرف اللي بتقول عليه طيب ده ما صح فيه في الرقاصه اللي احنا في بيتها، وهي اعترفت لي. يا شيخ سيبك منه، ده عالمياته والنبي تسامحه. حاضر، بس امور انت يا روحي يا عقلي يا مهجتي. خلاص هترقيه للدرجه الخامسه؟ لا الرابعه. ايه الرابعه؟ وتنقله على مصر وانقل لك ابوه. لا ابوه مات من زمان الله يرحمه ويحسن اليه. انا خلاص سامحتك، سامحه انت كمان، بس بشرط بوسي بوسي بوسي. لا لا. أشرق الفجر، أشرق الفجر والنور تجلى بتعيين إسماعيل الكريم المعلى. أنار المكاتب والديوان أكمله، وبالفضائل والشمائل قد تحلى. أي إسماعيل، أي إسماعيل يا خير البرية طر طر، لقد طال انتظار النور حتى جاء أهلا. لقد حق الهتاف وقول يحيى من الأسكندرية وأسوان أو حتى المحلة. إخواني إخواني، لقد أخجلتم تواضعي، وإنني لعاجز عن شكركم لتهنئتكم لي بمناسبة تعييني مدير مكتب سعادة الوكيل المبجل، وإنه لفخر وأي فخر أن أكون موضع ثقة سعادة الوكيل الحسيب النسيب. يا سلام. رب الفضائل عدو الرذائل وحلو الشمائل عزة باشا خالد. اهتفوا معي، يحيى عزة باشا خالد. يحيى عزة باشا خالد. يحيى عزة باشا خالد. يحيى عزة باشا خالد. إخواني إنني أسعد المخلوقات طرا، وأقبل اليد ظهرا وبطا، كيف لا وقد غمرني عزة باشا عطفا وفخرا، فاختار شخص الضعيف مديرا لمكتبه وكاتما لأسراره. هذا شرف لا يدانيه شرف، وشهادة لا تعلوها شهادة، من موظف عظيم كان دائما للمجتهد نصيرا، وللفضيلة حامية، وللخلق الكريم مقدرا، وللفروض الدينية أمينا، يكره الفحشاء وينهى عن المنكر. بونجور يا عمر. اما امبارح كانت حتة السكرة لكن جامدة قوي. انا خدت كام ويسكي. الف مبروك. الله يبارك فيك. الف متشكر جدا، متشكر. الف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ليه انت خارجة؟ لا لا انا اللي هطلبك. طلبتيني امتى؟ لا ده اللي رد عليكي السكرتير الجديد اسماعيل، ده وضع عبقري على كيفك. أرفار. سعادة الباشا، سعادة الباشا طالبني. الباشا بونجور يا اكسلانس. بونجور اسماعيل بيه. ايه انت كنت عامل لي مظاهره ولا ايه؟ لا دول الموظفين جايين يهنوني على الترقيه، وانا متاكد ان يا دوب اديت ظهري. واخد لي بالك يا سيدي. ما تسيبني بقى احسن هطرش. موظف في الدرجه الرابعه يديله درجتين مره واحده؟ امال اصل الكفاءه قبل الاقدميه. امال يا سيدي، يا بخت من كان النقيب خاله. وخطرك بقى اسال مكرم افندي يقولك. ايه الحكايه يا سي مكرم؟ اصل اسماعيل شافعي ده بيقدم للرؤساء خدمات جليله، خدمات من اللي بالك فيه. بقول لكم بقى ترسمي. يلا بينا. يلا بينا يا جماعه.
قول لي افندم، كشف التنقلات حضروه؟ والله ما اعرفش يا معالي الباشا. طب اسال شكرا افندم البشكاتي. حاضر يا معالي الباشا. سعادتك كنت مد معاد لواحده ست؟ ايوه هي جت. ايوه يا فندم، منتظره في الصالون الخصوصي بره. خليها تفضل. حاضر. تهاني فوق الجوع. اهلا 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 يا روحي، ابدا بقى هتعطف عليا جميل. انا مخصماك. طب بوسي بوسي. لا بقولك مخصماك، جي سوي تري فاشين. وانا اقدر على خصامك يا غزال؟ انا مش ترتقي عليك وشات نور يا منشير. امتى بقى هنتقابل؟ انا مش ممكن هقابلك الا ما تعين اخويا فرنس. ما تعين من امبارح يا غصن البال. شفت بقى يا سونسون يا ما في الحبس مظاليم. انا عارف انه تعين بس وظيفه في اسيوط، وانا مش شرط عليك بيك كتير تكون في اليوب مش في اسيوط. بس اول وغيث قطره. لا يا حبيبي انا ما احبش القطره. قلت لك بيك كتير اليوب مش عايزه افصال، واذا كانش عاجبك. بس لو ما كنتيش نرفز. ايه قلت ايه؟ اليوب اليوب يا ستي اليوب. غالي والطلب رخيص. يا بشبوشي. باشا قربني استنى. اوه بارتو. تعال يا سمير افندم. انا جبت الكشف اللي طلبته سعادتك. وريني. اتفضل. لا خلي شكر افندم يبيضه تاني. حاضر يا معالي الباشا. والاستاذ فريد بدر الدين يستلم وظيفته في اليوب، واللي منقول على اليوب يروح اسيوط حالا وحدا. حاضر يا معالي الباشا. مبسوط يا جميل؟ ميرسي. والرندفو لما يتعين رسمي. ما هو بقى رسمي. لما يستلم. حرام عليك. عرفان يا باشا. عرفان. لكن انا ما اقدرش اعيد تبييض الكشف ده من جديد، وانا كنت جاي استاذن من سعادتك عشان مراتي عقبال عندك هتوضع، وانا ساكن في عزبه النخل ويا دوبك الحق قطر الساعة 12. دي أوامر معالي الباشا. حاضر أمرين الله. أخذ قطر الساعة 1 يا لطيف اللطف يا رب. ألو. أيوة يا معالي الباشا. لا موجود يا معالي الباشا. لحظة واحدة يا فندم أوصل لك السكة. ألو أفندم معالي الباشا، الوزارة استقالت؟ سيادتك متأكد؟ الله يبشرك بالخير يا باشا. السرايا سرقت نجيب الهلال عشان يألف الوزاره، لكن ده خبر مش كويس يا باشا. كان قال لي معاليك ان عاوز يدخلني الوزاره. هو في زي نجيب الهلال يا باشا؟ ايوه يا فندم، هو في السرايا دلوقتي، هافوت عليه في البيت واسيب له كارت. ربنا يجعلنا من المرضى عليهم يا باشا. تعال اسمعني يا فندم. ايوه وزاره حسين سري سقطت النهارده، واللي هيألف الوزاره الهلالي. انا هروح افوت بكارت. ربنا يسمعنا خير يا باشا، ويكون من حسن حظ الوزاره الجديده ان معاليك تكون من دعائمها، وهم هيلاقوا زي معاليك فين. متشكر متشكر. في عندك ورق برافان صور لكل الوزراء، شيل صوره حسين سري وحط مطرحها صوره الهلال. هوا قول لهم مش فاضي مش فاضي. الو دي واحده ست. ست. الو بونجور يا فندم. اهلا اهلا وسهلا اهلا. لا بس كنت مستعجل شويه، وزاره حسين سري سقطت النهارده، وانا هكون وزير في الوزاره الجديده. انت اول واحده ببلغها الخبر ده. ميرسي يا قطي. مين؟ طيب يا ستي ما انا رقيته وعطيته الدرجه. المنيا؟ طب ومالها المنيا؟ عايزاه يروح بورسعيد. حاضر. طيب طيب ما تزعليش، هودولك بورسعيد.
يا اسماعيل افندي. ايوه يا معالي الباشا. قول له شكرا افندي يبيض الكشف تاني، والاستاذ احمد الرشيدي يروح بورسعيد، واللي كان رايح بورسعيد يروح اليوم. ولا اقول المن حاضر حاضر يا معالي الباشا حاضر. افندم. يا عم جمعة. نعم. صور الوزراء فين؟ عندك صورة نجيب الهلالي؟ ايوه هنا ورا البرضان. ليه هي الوزارة سقطت؟ ايوه ونجيب الهلالي هو اللي هيألف الوزارة الجديدة، طلع صورته اهو حالا. الوزراء اليومين دول زي ورق الكوتشينة، بيتغيروا كل نص ساعة لان ورق الكوتشينة بيلزق. اللي على السنيورة اكسب. يا خبر دي ازازها مكسور. معلش ابعت ازازها. حاضر. يا نعم. الكشف انا بيضته وزملائي الله يكرمهم ساعدوني فيه. وريني عملت التعديل المطلوب. ايوه يا بيه. يا لطيف اللطف يا رب. ايه مالك عيان؟ انا قلت لك ان الست في حاله وضع والقطر فاتني ومش هلحق. تاذن لي الحق القطر اللي وراه. ده مش ممكن يا شكرا فندي، اصله حصل تعديل في التنقلات. تعديل؟ ايوه. استنى شوف فين خانه المنيا. خانه المنيا اهي. خد بقى انسخ الكشف ده وبيضه من جديد، وانقل احمد الرشيدي على المنيا ووحيد الدفراوي على بورسعيد. انسخه من جديد. يلا يلا يا شكرا فندي، على بال باشا الوكيل ما يرجع. يا شكرا فندي. الامر لله. اخد القطر اللي وراه. يا لطيف اللطف يا رب. لا باشا يا ابني. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رفعت؟ حمد لله على السلامه. مبروك مبروك النقل والترقيه. جالك كلامي؟ مش قلت لك ما يجيبها الا نسوانها؟ ابقى اسمع كلامي، كلمة ابو السباع ما تنزلش الارض ابدا. ها استلمت الوظيفة؟ بلغت تحت رئيس المستخدمين؟ لسه. ادي مكتبك اهو، انت المساعد بتاعي. مساعد بتاعك؟ انا جالي جواب النقل امبارح بس. او الفضل ليا، انا اللي استعجلت قرار النقل. مش نقل وبس يا حظ، ده نقل وترقية ودرجة. فرفش بقى يا حظ. اما انا وانت هنلعب بكرة بالفلوس لعبة، هنشتغل شغل. اما بلا تصور انه الجماعة سكان كوم الحنش لما عرفوا انه وكيل الوزارة قبل عزومتي بيعملوا لي شبه مظاهرة كل يوم قدام البيت. ودي عايزة كلام؟ مدام عرفوا انك محسوب الباشا وان الباشا راضي عليك وتغدى عندك وبات عندك و... وايه؟ قصدي يعني انك بقيت شخصية محترمة والكل يتمنوا صداقتك. شخصية محترمة؟ اما بلد. احكي لي بقى عملوا ايه سكانكم الحنش؟ العمدة بعت لي ديكير رومي وشيخ الغفر ست جواز حمام وناظر عزبة فايز باشا ست سبتة برتقان وليمون حلو، واللي جايبة فطير مشلتت واللي جايبة فطير مرحرح. البيت بقى يشغي بين طلاب الحاجات، اللي عاوز اتوسط مراتي علشان جوزها، واللي عاوز يتعين غفير مزلقان، واللي عاوز يعفوهم الجهادية. حاجة فوق الوصف. مش قلتلك من اين تؤكل الكتف؟ ولسه الخير كتير. بكرة هنجيب السبع من ديله. بكرة وكيل الوزارة ده يبقى لعبة في ايدينا. تعرف انا ناوي اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ دي فرصة ولازم ننتهزها ونعمل زي غيرنا من اهل الحداقة والمفهومية. انا عامل ليستة. ليستة؟ ليستة باسعار التناولات والدرجات والمراكز واذون الرخص والتصدير والاستيراد. امال ده كنز يا حبيبي واتفتح لنا، بس الشطارة نعرف ازاي نستغله. الو. ايوه يا معالي الباشا. انا اسمعين يا فندم. اؤمر يا معالي الباشا. افندم اللي هيألف الوزارة بهي الدين بركات. بقى مش الهلالي. افندم الصورة نغيرها يا فندم. سعادتك راح تسيب له كارت. واجب برضو يا فندم. بهي الدين بركات هو اللي هيألف الوزارة. الصورة لازم اغير الصورة. عم جمعة. نعم. طلع صورة بهي الدين بركات وبلاش صورة الهلالي. ليه؟ هو ورق الكوتشينه لزق؟ ده ملحقش. اللي على الصنيورة اكس. يلا يلا يا عم جمعة هنا. ها لقيتها؟ ايوه. يا خبر ده عليها هلوز. معلش نضفها. وعلى ايه؟ يمكن ما يلحقش. لا مؤاخذة النكتة حبك. حلوة قوي. ابن حظ انت يا عم جمعة.
ايه يا ترى مين هيكون اعضاء الوزاره الجديده؟ ويهمني ايه؟ اصلك ما انتش فاهم الفوله، عزه باشا طمعاني يكون وزير. هو في انه حزب؟ حزب اللي اتجوز ام اقول له يا عمي. يعني في كل الاحزاب. وكل ما يسمع عن واحد منهم هيقلف في الوزاره يجري يقبل الاعتاب ويعبر له عن خالص الود والوفاء. يعني مزبزب راجل حدق بيسير الزمن. اعوذ بالله، امال فين المبادئ؟ انت هتفضل عبيط لامتى يا جدع انت؟ وهو عزت باشا بس اللي بيعمل كده؟ غيره وغيره وغيره، اول ما يشمشموا على الوزاره يروحوا يتلطعوا على الابواب. دي حكايه قذره قوي. سحر السلطان يا حبوب، البدله ام قصب وعضويه الشركات. وقضيه الوطن والثبات على المبدا. ثبات على ايه؟ ده انت متاخر قوي. هما مش كانوا زمان بيقولوا المستحيلات ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي؟ اهم دلوقتي بيقولوا المغريات ثلاثة، الشفط واللهط واللطش الخافي. انا قريت في الجرايد انهم قال ادوك نشان النيل الخامس. وعلشان كده انا واخد على خاطري منك يا رفعت، علشان ما بعتش تهنيني. والله ما انا عارف اذا كنت اهنيك ولا اعزيك. تعزيني اما حقيقة انك على كل الالقاب في الزمن ده مش عنوان التقدير، زي ما بينالها الكبير بينالها العظيم والحقير. والله العظيم إما كنت زميل الطفولة كنت أوديك في داهية. وإنت ما حاولتش بكل الوسائل إنك توديني في داهية. والله إنت ما تستاهل الخير ولا يتمر فيك المعروف. أي معروف؟ أنا ما انساش أبدا إغراءك ليا لهدر كرامتي علشان الترقية والدرجة. أفندم؟ البعد ما كل واتكل ده ريحته مستكة. إنت بتتبجح ولا بتهوشني؟ رفعت بصلي كويس، احنا دفنينه سوا. فعلا انك حاولت تهدمني لكني احتقرتك لدرجة اني زهدت في اكل العيش. اخلص، انت بتطول لسانك على رئيسك ولي نعمتك. انت ولي نعمتي؟ الكشف يا فندم خلصته. يا لطيف اللطف يا رب. وريني. الو، مين يا فندم؟ السفارة البريطانية؟ عايز اتكلم مع علي الباشا؟ لا هو مش موجود يا فندم، انا سكرتيره الخصوصي. في رساله يا فندم نبلغها له لما يرجع. نو هيز اكسلنسي از نوت هير. اني اوردرز؟ جاست ا مومنت بليز. حسن فهمي. خد بقى يا شكرا فندي. نعم. بيض الكشف انسخه من جديد، حط حسن فهمي محل عبد العال طنطاوي، عبد العال طنطاوي محل حسن فهمي. امسك. لكن زي ما بقول لك، دي اوامر عليا. طب مالهوش طب نحط اسمي ده بدل ده؟ بتقول ايه يا شكرا فندي؟ نشطب في كشف رسمي؟ انت عايز تودي روحك وتودينا في 60 داهية؟ يا ناس يا عالم يا هو، مرات الطوضة ولازم الحق. يا اخي فلقتنا بمراتك دي، هي وسارة ولا مستوصف؟ غور يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل. يا لطيف اللطف يا عالم، يا سيدة نفيسة يا بدعة. ايه انت دلوقتي بتتلقوا اوامر من السفارة البريطانية؟ حاجة كويسة قوي، فليحيا الاستقلال التام. تباين عليك مش هتجيبها البر يا رفعت، وانت مالك انت يا اخي تتاخد فيه ما لا يعنيك ليه؟ حق علي انا، كنت سبتك ملقح في كوم الحنش لحد ما جتتك تصد زي الحديد الخردة. صحيح مهما مدنت الجلف عمره ما يتنور. انت كنت عاوز تمدني، انت كنت عاوز تخرب بيتي. اذا كنت فاكر ان انا نفذت خطتك السفلة فانت مخدوع. انا راجل متدين، ابويا الله يرحمه غرس في حب احترام الشرائع والخوف من عقاب الخالق. انا تظاهرت بالقبول بس الغرض في نفسي، قلت اتحقق من الصوره اللي رسمتها لي عن وكيل الوزاره بتاعك. ولما شفت بشاعته اشمأزت منه نفسي لدرجه انه اديته درس مش هينساه طول العمر. اديته درس ولا اديته؟ لا كويس، ده انت بجح قوي يا اخي، تندب في عينك رصاصه. والمدهش انه بالرغم من الدرس القاسي اللي اديته له رقاني وعملني سكرتير مساعد، مع اني طردته زي الكلب في الليلة. اياها طردت مين؟ عزت باشا وكيل الوزارة بتاعك. انت بتخرب بتقول ايه؟ فاجئته في احقر موقف فشتمته وطردته شر طردة واهنته بعد ما اعلنته بسفلته. الله قاعد. لا كويسة قوي بقى، انت تطرد عزت باشا على سن ورمح من بيتك المتواضع في كوم الحنش وتشتمه وتهينه، وبرغم كده يرقيك ويعينك سكرتير المساعد ويديك الدرجة؟ لا كويس. طب تستكردني ولا فاكرني بالريالة؟ شرفت وانست يا بطل كوم الحنش، يا طرزان كفر الدوار، يا شمشون البحيرة. لما الحكاية كده يا استاذ، ليه قبلت الترقية والدرجة؟ لسبب بسيط، هو عيني السكرتير المساعد مش كده؟
مفيش ولا ست هتخش الوزاره من ساعه ما جيت، فاهم؟ واذا ما ارتدعش انا هفضحه. عن اذنك يا رئيسي، انا رايح اعيد اسمي عند رئيس المستخدمين. ده مجنون، ده هيودينا توكر. يا جماعه افندم، شيل صوت بهي الدين بركات وحط مطرحها صوت الهلال. بعت نقززها يا فندم. طيب افندم يا محل باشا. يا اسماعيل نجيب الهلالي هيرجعوه تاني وشرع فعلا في تاليف الوزاره. كده الحكايه ايه؟ الحكايه ان البلد مضطربه وفي تمرد في الجيش. تمرد في الجيش؟ ايوه، والبلد قايمه قاعده. في واحده ست اللي بتقول عندها ميعاد مع سعادتك. نسيت، خليها تتفضل. رفعت اسعد وصل يا فندم وبيستلم الوظيفه الجديده بتاعته. بتقول مين؟ رفعت اسعد. يا نهار زي بعضه. يا جمعه افندم، قول لها تستنى شويه. حاضر. وبعدين ايه العمل؟ ايه في ايه يا معالي باشا؟ مراته اللي بره. مرات مين؟ مرات رفعت اسعد يا اخي. يا خبر ما عليك، بتقول مرات رفعت اسعد؟ والله لولا خاطر مراته لكنت وديته في توكر. تصور انه طردني بعد نص الليل. هو اذا ده مجنون، مجنون من غير شك. كانت مفاجاه وحشه، يا دوبك اتفهمنا وطلع علينا زي الصاروخ وهات يا شيمه وقله حياه، مع انك قلت لي رفعت اسعد عمل كده. من حسن حظه ان مراته صلحت المساله، والا كان بقى نهاره اسود ومهبب. مراته؟ اما جوزها فمخه مركب شمال. كانت مفاجاه وانا روات السينما وتياتر. احكي لي يا باشا احكي لي. بعد ما بسلامته طردني في نص الليل، خرجت ادور على حته علشان انام فيها، قهوه مفتوحه ما لقيتش. اخيرا الغفير دلني على بيت فيه في الرقاصه. بيت مين؟ فيه في الرقاصه؟ ايوه، بنت من اياهم، وهو بيوصلني اعلي درد شويه، وقال لي ان في واحد من الاعيان بيصرف عليها ولما بيكون غايب بتستغفله، ومن حسن حظي انه كان غايب لبيتها. ارمي بقى سعادتك بيت عند فيه في الرقاصه. الله، انت تعرفها؟ ايه اللي اعرفها بقى سعادتك يعني؟ وبعدين معاك بقى يا اسماعيل يا فندم، ناقص تطلب مني. لا مؤاخذة. اما فصل اما حكاية، بقى سعادتك ما بتش في بيت رفعت اسعد وكملت الليلة في بيت الله اكبر. اما فصل اما سينما. شفت سعادتك رواية ابو الحسن المغفل؟ اهي دي صورة طبق الاصل بس بالالوان يا باشا. عن اذنك. الو، مين يا فندم؟ السرايا؟ لحظة واحدة يا فندم، لحظة واحدة. ايوه معالي الباشا. امر يا معالي الباشا، احنا خدامينك يا باشا، تحت الامر يا باشا. ارفوال يا باشا. يا اسماعيل يا فندم. ايوه يا معالي الباشا. في امر من السرايا جه حالا دلوقتي ان يروح محمد عبد الغفار اسكندريه. شكرا فندي، جاب الكشف يا فندي. فارين اتفضل. الساعه بقت واحده ونص ومرات اللي بتوضع. لا بخليه عدل. حاضر يا معلم. محمد عبد الغفار يروح اسكندريه، والمنقول على اسكندريه يودوه بني مزار، ومحل عبد الغفار يروح فؤاد عبد الهادي. ولا اقول لك بلاش احسن خاله يزعل. ودوا فؤاد عبد الهادي طنطا، ومفتش شنطة يروح بني مزار، ومحمد عبد الغفار يروح اسكندريه زي ما قلت لك. حاضر حاضر يا معالي الباشا. بس لازم نبيضه تاني يا معلم. طيب بيضوه، هاتولي على امضيه قبل ما اروح. حاضر يا معالي الباشا. اسماعيل يا فندم. ايوه. خد بالك من رفعت احسن. فاهم يا معالي الباشا فاهم. فندم. قول الهلا تتفضل. حاضر. يا شكرا فندم. نعم يا فندم. في تعديل مأشر عليه الباشا الوكيل. تعديل؟ ايوه، لازم تبيض الكشف تاني علشان الباشا الوكيل يمضي قبل ما يروح. لكن اسمع بيها لما انت بتوضع. احنا مالنا يا اخي ما توضع، احنا عايشينها. يا لطيف المصري فندم، استنى لما اعلم لك. يا ناس حرام عليكم، ده ظلم ما يرضاش ربنا. بونجور. اهلا 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 يا روح يا حياتي يا عقلي.
ازيك وحشتيني. ازيك يا باشا؟ وحشتيني قوي يا باشا. وانت كمان وحشتيني. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا روحي يا عقلي؟ فاكركم الحنس؟ لكم الحنس. معالي مدحت باشا منتظر بره. طيب قول له اتفضل. بس خد يا حبيبتي والله. ده معلش حبيبتي. لكن يا اسماعيل بيه انا لازم الحق القطر. تلحق ولا ما تلحقش؟ انت عليك عفريت اسمه قطر. الله يلعن ابو دي لقمه في زمن اكبر. بتقول ايه؟ خلوه بلوه واشربوا مجده وما كانش عاجبكم ارفدوني حلوني على مجلس تقديم على رمضان على الايمان. يا شكرا فندي. متشكر يا باشا. اتفضل يا باشا. لكن بقى ليك متاكد؟ ده انا بلغني ان الهلالي الملك استدعى علي باشا ماهر عشان يحل ازمه الجيش، وانا حبيت ابلغك عشان تعمل حسابك. الله يخليك يا باشا، احنا محاسيب ماهر باشا. نروح له يا فندم. يستحسن انك تسيب له كارت لانه سافر النهارده اسكندريه، ولازم نجتمع عشان ننظم صفوفنا. معلوم معلوم يا فندم. دي واحده معايا الباشا. اتفضل يا جمعه. افندم حط صوره علي ماهر باشا. اهي دي ما عندناش يا فندم. ما عندكش؟ ما عندكش ازاي؟ دور لي على صورة علي ماهر باشا بأي طريقة. نشوف يا فندم. ها أروار. أروار يا فندم. تسمح لي أوصلك لغاية الأسانسير؟ لا والله خليك يا باشا. ما هو مش ممكن يا مدحت باشا. لا أنا حلفت يا باشا خلاص. طيب يا فندم مع ألف سلامة. الله يسلمك. تعالي يا روح يا حياتي يا مهجتي. اهدى أنا مخصمك. أعمل إيه بس؟ أعمل إيه؟ ده شغل شغل. مش هاجيلك الوزارة تاني. معلش حقك علي. لا ما تزعلش مني يا رفعت، اتابع الحكايه صحيح ومن غير مبالغه. يا ابني الايه بقى جات لك الشجاعه انك تطرده بره البيت كده؟ تعرف بقى العمل اللي عملته ده خلاه صحيح يا اصدارك. اهو انت فعلا بقى يا جميل نلت الترقيه عن جداره واستحقاق. انت بطل، انت اسد، كلنا في الهوا سوا. بتقول ايه؟ كلنا في الهوا سوا. بقول لك بتقول ايه يا كلب؟ تضربني يا كلب؟ اذا خد الحقيقه، الحقيقة ان مراتك انت مش فيك الرقاصة اللي قطع معها الباشا الليلة. راسه ولا شنطة راسه. ومراتك هنا في الوزارة وفي الأوضة دي. انت رفعت فيفي. انا في عرضك، انا حرقيك، هديك الدرجة الأولى، هعملك وكيل وزارة مساعد. تعالي هنا رفعت. رفعت اسمعنا فندي، اسمعنا فندي، تعالى اتفرج. اهدي اللي بتقول عليها مراتي فيفي. يا حضرات الموظفين يا فراشين يا كل الوزارة، تعالوا اتفرجوا، شوفوا وكيل الوزارة بتاعكم اللي عاملها بؤرة فساد، ودي اللي رعيتني، دي اللي اديتني الدرجة. مش ممكن نترقى الا لما نهدر كرامتنا. الثورة الثورة الثورة. الجيش حاصل قصر المنتزه وقابضين، والملك اتنازل على العرش وطردوه من مصر. طردوه من مصر يا رب. ليه اليوم اللي تحطب فيه الصنم وانهار بيت الفساد وخذي على الاخطبوط؟ اوعى تعال هنا، حاجه كان نفسي فيها من زمان. خذ